امين. هبدأ دكتور اسامه، اتفضل. تمام، احب ارحب بكل الحضور للويبينار بتاع النهارده. الويبينار بتاع النهارده بيقدمه لنا زميل عزيز الدكتور حسن مدحت. دكتور حسن مدحت وهي استاذ مساعد الراديو فارماسيوتكس في قسم الصيدليات بجامعه سينا. دكتور حسن حصل على البكالوريوس سنه 2006 من كليه الصيدله جامعه عين شمس، حصل على الماجستير في 2011 من كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه في 2015 من كلية الصيدلة جامعة القاهرة. دكتور حسن برضو يعني من ضمن الاكسبيرينس بتاعته ان هو حاليا اسوشيت بروفيسور للفارماسيوتكس في الكلية بتاعتنا، كلية الصيدلة جامعة سينا على المنطقة، بالاضافة ان هو اسوشيت بروفيسور في الراديو فارماسيوتكس في الايجيبشن اتوميك انرجي اثورتي اللي هي هيئة الطاقة الذرية. دكتور حسن ليه أكثر من 15 بابليكيشن في الراديو فارماسيوتكس، وبرضه بيشغل منصب ريفيور في اثنين من الجورنالز اللي بتتناول الراديو فارماسيوتيكالز والكاركترايزيشن والاناليسيس بتاعتها. دي نبذة بسيطة كده عن دكتور حسن. هي طبعا يعني الخبرة بتاعته يعني لا تصح ان انا اتكلم في 10 دقايق أو 5 دقايق قدامه، لا أكتر من كده. فأنا أسيب له بقى المجال هو يشرح لنا التخصص بتاع الراديو فارماسيوتكس من حيث البيزك والابلكيشن. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لك دكتور أسامة، وشكرا دكتورة ضحى، وأهلا بالحضور الكرام كلهم. أنا حسن مدحت راشد، أستاذ مساعد للصيانات المشعة في الطاقة الذرية وفي كلية الصيدلة جامعة سيناء. الصيدليات المشعة هي تخصص كبير ومجال واسع لن يكفي ان احنا نغطيه كاملة في سيشن واحدة، احنا بس هندي نبذة مختصرة عنه، ونحاول فيها ان احنا ندي فكرة عامة عن يعني ايه راديو فارماسيوتيكالز. هنتعرف ان شاء الله على بعض التوبكس من خلال السيشن النهاردة، زي مثلا يعني ايه اصلا راديو اكتيفيتي، ويعني ايه مادة مشعة، وايه اللي يخلي فيه مادة مشعة ومادة تانية غير مشعة. هنعرف برضو ايه هي انواع الراديشن، يعني انا خلاص عرفت ان في ماده مشعه، طب الماده المشعه دي بتطلع ايه؟ يعني هل الاشعاع ده عباره عن ضوء، ولا عباره عن صوت، ولا عباره عن لون، ولا عباره عن ايه؟ ايه هو انواع الراديشن؟ ايه اللي بيخرج من الماده المشعه اللي بقول عليه ساعتها ان هو ده الاشعاع الصادر من الماده؟ هنتكلم كمان عن تاثير الاشعاع ده على الخليه الحيه. احنا دايما نسمع ان الاشعاع يستخدم في علاج السرطان، ويستخدم فيما يسمى المسح الذري كوسيلة من وسائل التشخيص، لكن في نفس الوقت كلنا بنسمع إن الإشعاع بيسبب السرطان، فإزاي الإشعاع اللي بنستخدمه في علاج الكانسر يكون هو كمان بيسبب الكانسر؟ هنعرف الفرق ده. هنعرف كذلك إيه هي التطبيقات الخاصة بالإشعاع في مجال، طبعا الإشعاع ليه تطبيقات في مجالات كتيرة جدا صناعية وطبية وفي الزراعة وفي تقريبا في كل المجالات العلمية، لكن إحنا هنتكلم عن تطبيقات الراديشن فيما يخص الطب والصيدلة وكمان في البحث العلمي. كذلك هنتكلم عن يعني إيه صيدلانيات مشعة اللي إحنا بنسمع دايما عنها كلمة الراديو فارماسيوتيكالز، وهنعرف مين هو الراديو فارماسيست، ايه هو الكارير دوت، الكارير اللي مش منتشر حتى الان في مصر. الراديو فارماسيست دوت تعريفه ايه، مين اللي يقدر يشتغل في المجال دوت، هل اي صيدلي ولا لا، وقد ايه موجود من الراديو فارماسيست في مصر. وكان نفسي ان احنا نكمل توبكس اخرى، لكن تقريبا يعني اتمنى ان احنا نقدر نكفي هذه التوبكس في السيشن النهارده. هنبدا ان شاء الله اول حاجه يعني ايه راديو اكتيفيتي، يعني ايه راديشن. كلنا عارفين طبعا تركيب الاتوم او الذره هي عبارة عن النواة النيوكليوس، ويحيط بها الأوربيتالز الخارجية اللي بتدور فيها الإلكترونز. النواة بتحتوي على نوعين من الجسيمات، تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة، وتحتوي على نيوترونات متعادلة الشحنة. فتركيب الذرة عبارة عن نواة شحنتها النهائية موجبة، لأن فيها جسيمات موجبة وجسيمات متعادلة، فالمحصلة النهائية للنواة إنها موجبة الشحنة، والأوربيتالز الخارجية بتدور فيها الإلكترونات. وكلنا عارفين إن النواة كنا دايما نقول عليها كده في ثانوية عامة إن هي مركز الثقل للذرة، الثقل الأساسي بتاع الأتوم موجود داخل النواة. ليه بنقول النواة هي مركز الثقل؟ لأن الوزن بتاع البروتونات والنيوترونات يعتبر تقيل جدا مقارنة بوزن الإلكترون. دايما لما بنيجي نوزن اي حاجه بنوزنها باخف شيء احنا عرفناه،
يعني مثلا بنوزن الاوزان بتاعه جسم الانسان بالكيلو جرام او بالجرام، لان الجرام هو اصغر وحده قد تكون معروفه او مناسبه لينا في قياس وزن الانسان او قياس الكتله. فالنواه اصغر وزن معروف فيها هو الالكترون، فالوحده الوزن بتاعه اي شيء داخل النواه بشوف وزنه قد ايه بالنسبه للالكترون. وزن البروتونز والنيوترونز كبير جدا بالنسبة للإلكترونات، تقريبا وزن البروتون ممكن يوصل ليه ما يقرب من 2000 إلكترون أو above or less من الرقم ده. فبناء عليه بنقول إن النواة هي مركز الثقل بتاع الذرة. طيب النواة دي قلنا بتحتوي على جسيمات موجبة وجسيمات متعادلة. إحنا عارفين إن الجسيمات اللي عليها نفس الشحنة بيحصل ما بينها تنافر. طب إزاي البروتونات اللي عليها شحنة موجبة قادرة إن هي تقعد جنب بعض داخل النواة بالرغم إن عليها شحنة متماسة ومفروض يحصل بينهم تنافر شديد؟ الإجابة اللي بيخلي البروتونات تقدر تقعد جنب بعض داخل النواة هو وجود النيوترونات اللي إحنا شايفينها باللون الأصفر ده. النيوترونات دي هي اللي بتعمل كأنها حاجز أو فاصل ما بين البروتونات، بتزيل أو تخفف التوتر ما بين البروتونات أو الريبالشن اللي ما بينها. طيب برضو إيه اللي يخلي الذرة تبقى مشعة أو لأ؟ اللي يخلي الذرة تبقى مشعة أو لا هو خلل أو إمبالانس في عدد البروتونات وعدد النيوترونات. لو الذرة فيها عدد من النيوترونات كافي إن هو يفض الاشتباك أو يزيل التوتر أو الريبالشن اللي ما بين البروتونات وبعضها، هتبقى هذه الذرة ذرة مستقرة. أما لو كان عدد البروتونات زايد عن المستوى اللي يسمح فيه النيوترونات بانها تفصل ما بين الريبالشن اللي بين البروتونات ده وبعض، ساعتها هتبقى هذه النواه فيها عدم استقرار، فيها طاقه زياده ناتجه عن الريبالشن ما بين البروتونات وبعضها، فتبدا هذه النواه علشان تتخلص من هذا التوتر ان هي تطلع او تتخلص من جزء من البروتونات اللي جواها، تحولها الى جسيمات اخرى. الجسيمات دي تخرج بره النواة فيما يسمى عملية الراديو اكتيفيتي. طيب هل معنى كده ان البروتونات فقط زيادة عددها هو السبب في الراديو اكتيفيتي؟ الإجابة لا، احيانا بيكون زيادة عدد النيوترونات هو السبب في ان الذرة تبقى غير مستقرة. طيب حد هيقول لي ازاي؟ المفروض النيوترونات متعادلة مفيش بينها اي تنافر، ايه المشكلة لما عددها يزيد؟ الإجابة ان النواة دي لو نفتكر في مسرحية الواد سيد الشغال لما كان بيقول انتوا سايبين الشقه كلها وقاعدين في اوضه، هي النواه نفس القصه. النواه البروتونات والنيوترونات سايبين الذره كلها وقاعدين في اضيق مكان داخل الذره اللي هو النواه. فنتيجه ان النواه مساحتها صغيره، زياده عدد النيوترونات عن الكباسيتي اللي تقدر تتحملها هذه النواه بينشا عنه عدم استقرار في هذه النواه، ويخلي النواة علشان توصل للاستقرار تحاول تتخلص من العدد الزيادة من النيوترونات اللي موجود جواها بأنها تحوله إلى جسيمات تخرج بره النواة فيما يسمى عملية الراديو اكتيفيتي. يبقى الراديو اكتيفيتي ناتجة عن امبالانس في عدد البروتونات أو عدد النيوترونات داخل النواة. تبدأ النواة علشان تحاول توصل لمرحلة الاستقرار زي ما ربنا خلق كل شيء في الطبيعة، إنها تتخلص من هذه البروتونات الزيادة أو النيوترونات الزيادة عن طريق عملية بتسمى الراديو أكتيفيتي. فالراديو أكتيفيتي هي مشكلة في الاستابيليتي بتاعت النواة ناتجة عن الإمبالانس ما بين النمبر أوف نيوترونز والنمبر أوف بروتونز. الراديو أكتيفيتي هي البروسيس اللي من خلالها بتتمكن النواة إن الغير مستقرة، او بتحاول من العمليه اللي بتحاول من خلالها النواه غير المستقره انها توصل لوضع اكثر استقرارا عن طريق انها تخرج الراديشن. الراديشن ده ناتج من تحويل البروتونات او النيوترونات الزياده اللي جواها الى راديو اكتيفيتي تطلع بره النواه. طيب هل ممكن سؤال يجي في بال البعض، طيب هل مثلا في عدد معين للبروتونات لو وجد داخل النواه اقول ان هو ده العدد اللي تبقى النواه اذا احتوت عليه تبقى غير مستقره، او عدد معين من النيوترونات لو بقى موجود داخل النواه تبقى النواه غير مستقره؟ الاجابه لا، مفيش حتى الان ماثيماتيكال كالكوليشن او زي داله حسابيه تقول لي ان لو كان عدد البروتونات كذا تبقى النواه دي مستقره او مشعه، او لو كان مثلا عدد البروتونات للنيوترونات بيساوي كذا تبقى النواه دي مستقره او مشعه. حتى الان لم يتم التوصل لهذا النوع من الماثيماتيكال فورمولا. امال بنعرف ازاي ان الماده مشعه او لا؟ بنعرفها عن طريق التجربه. الماده اللي بيتم اكتشافها بنقيسها باجهزه بتشوف هل بيخرج منها اشعاع ولا لا. لو خرج منها اشعاع تبقى ماده مشعه، لو ما خرجش منها تبقى ماده مستقره.
لكن بعض التوبكس اللي اكيد بنكون متاكدين منها هي ان لو كان عدد البروتونات اللي داخل النواه اكبر من 83 يبقى النواه دي على طول نواه مشعه. يبقى اي عنصر بيحتوي على عدد بروتونات اكبر من 83 العنصر ده مشع بلا نقاش، زي البسمس ال 83، عنصر اسمه البسمس بيحتوي على 83 بروتون. كل العناصر في الجدول الدوري اللي بعد البسمس كلها عناصر مشعه. طيب هل معنى كده ان العناصر اللي قبل البسمس عناصر مستقره؟ الاجابه لا، في منها عناصر مستقره وفي منها عناصر مشعه. على حسب ايه؟ على حسب زي ما قلنا عدد البروتونات والنيوترونات اللي جوه النواه دي، هل كافي لان هو يحافظ على الاستقرار ولا في امبالانس يسبب وجود عدم استقرار وينتج عنه ان هذه النواه تبقى نواه مشعه. مثال بسيط، عنصر الصوديوم كلنا عارفينه، عنصر الصوديوم ليه ما يقرب من 21 ايزوتوب. يعني ايه كلمه ايزوتوب؟ يعني كلمه نظير. يعني ايه نظير؟ يعني صوديوم بيحتوي على عدد مختلف من النيوترونات. كلنا عارفين ان العنصر بيميز بعدد البروتونات اللي موجوده جواه، فطالما في عندي الصوديوم فيه 11 بروتون يبقى اي نواه فيها 11 بروتون هي نواه للصوديوم. طيب عدد النيوترونات بقى ممكن يختلف، ممكن يكون فيها 8 نيوترون، فيها 9 نيوترون، فيها 10 نيوترون. طالما عدد البروتونات واحد وعدد النيوترونات هو المختلف يبقى هذه العناصر بسميها ايزوتوبس لبعض. فالصوديوم في منه 21 ايزوتوب، ال 21 ايزوتوب دول كلهم مشعين ما عدا الصوديوم 23 اللي احنا كلنا عارفينه. يبقى العناصر اللي الاتوميك نمبر او عدد البروتونات فيها اكبر من 83 كلها مشع، اللي اقل من 83 ممكن تكون مشعه وممكن تكون لا، حسب نسبه البروتونات والنيوترونات اللي موجوده جواها. مثال تاني مثلا زي اللي احنا شايفينه في الصوره هنا، الهيدروجين. الهيدروجين فيه منه ثلاث نظائر، ربنا خالق منه ثلاث نظائر موجوده في الطبيعه. الهيدروجين الطبيعي اللي هو الهيدروجين اللي بيحتوي على 1 بروتون 1 نيوترون اللي هو اول صوره على الشمال، ده مستقر. اما الهيدروجين اللي فيه 1 بروتون و2 اللي فيه 1 بروتون و2 نيوترون، الاثنين التانيين دول اثنين راديو اكتيف، وبناء عليه احنا ما نقدرش نوصل ل ماثيماتيكال فورمولا محدده اقول من خلالها هل العنصر ده عنصر مشع ولا لا. يبقى احنا عرفنا يعني ايه راديو اكتيفيتي، البروسيس اللي من خلالها النواه المشعه تحاول توصل لاستقرار عن طريق انها تطلع الراديشن. طب الراديشن بقى اللي بيطلع ده بيكون عباره عن ايه؟ الراديشن ممكن يكون خمس حاجات بنسميها المود اوف راديو اكتيف ديكي. يا اما النواه تطلع جسيم اسمه جسيم الفا، يا اما تطلع جسيم اسمه النيجاترون، يا اما تطلع جسيم اسمه بوزيترون، يا اما تطلع حاجه اسمها الجاما راديشن اللي بنسميها الايزوميريك ترانزيشن، وفي خطوه رابعه اسمها الالكترون كابتشر، لكن مش هنتطرق ليها قوي لان دي هتكون متعمقه قوي في النيوكلير فيزيكس مش هتفيدنا قوي دلوقتي. طيب ايه هو اول نوع اللي هو الالفا ديكي، اللي هو ان الذره او النواه المشعه تطلع جسيم الفا؟ ايه هو جسيم الفا؟ جسيم الفا ببساطه هو عباره عن 2 بروتون و2 نيوترون. طب عشان كده ساعات الناس بتقول عليه مجازا ان هو نواه ذره الهيليوم. ليه نواه ذره الهيليوم؟ عنصر الهيليوم بيحتوي على 2 بروتون و2 نيوترون، وبناء عليه جسيم الالفا هو نفس التركيبه بتاعت نواه ذره الهيليوم. بقول نفس التركيبه بتاعت النواه وليس ذره الهيليوم، لان جسيم الالفا ما بيكونش فيه اي الكترونات، فهو عباره عن 2 بروتون و2 نيوترون فقط بيخرجوا من الذره او النواه المشعه. طيب ده بينتج عن ايه؟ بينتج عن ان هذه النواه المشعه بيكون فيها عدد كبير من البروتونات والنيوترونات، هذا العدد الكبير هو اللي مسبب لها عدم الاستقرار، فالنواه دي عشان توصل لاستقرار تتخلص من عدد من البروتونات والنيوترونات اللي جواها علشان توصل لاستقرار اكتر، فتخلي 2 بروتون مع 2 نيوترون يخرجوا مع بعض بره النواه فيما يسمى جسيم الالفا. نتيجه خروج جسيم الالفا النواه اللي كانت مشعه ديت وطلعت جسيم الفا هينتج منها او هينتج عن خروج جسيم الالفا ده تحولها الى نواه عنصر جديد. ليه قلنا عنصر جديد؟ لان في 2 بروتون خرجوا، يعني عدد البروتونات قل بمقدار 2، وطالما عدد البروتونات اختلف يبقى بقى عندي عنصر مختلف. زي مثلا اليورانيوم كلنا بنسمع عنه، يورانيوم في منه 2 نظائر موجودين في الطبيعه، يورانيوم 238 ويورانيوم 235، الاثنين فيهم 92 بروتون،
اليورانيوم بيحصل له ديكي عن طريق الفا ايميشن، بيطلع جسيم الفا، ونتيجه كده اليورانيوم 238 مثلا لما يطلع جسيم الفا عدد البروتونات هيقل بمقدار 2، وعدد النيوترونات هيقل بمقدار 2، فالعدد الذري يقل بمقدار 2 والكتلي يقل بمقدار 4، فيتحول اليورانيوم 238 الى ثوريوم 234 يحتوي على 90 بروتون وعلى التوتال ماس نمبر او عدد كتلي 234 نتيجه ان في 2 بروتون و2 نيوترون خرج. ده اول نوع من انواع الديكي، ده بيحصل في بعض الانواع من المواد او النظائر او العناصر المشعه، ان هي الديكي بتاعها او الراديو اكتيفيتي اللي بتخرج منها بتخرج في صوره جسيم الفا. طيب تاني نوع من انواع الراديو اكتيف ديكي هو النيجاترون اميشن، ان النواه المشعه تطلع جسيم اسمه النيجاترون. النيجاترون هو عباره عن ايه؟ هذه النواه المشعه او غير المستقره عدم الاستقرار فيها بيكون ناتج عن عدد زياده من النيوترونات. هذه النواه بتحتوي على عدد من النيوترونات زايد عن الحد اللي مخليها مستقره، فعشان توصل لاستقرار تتخلص من واحد من النيوترونز دي. تتخلص منه ازاي؟ تحول هذا النيوترون الى بروتون داخل النواه. نيوترون يتحول الى بروتون، النيوترون شحنته متعادله يديني بروتون موجب الشحنه. لو احنا كتبنا هذه البروسيس كمعادله حسابيه على الورق هلاقي ان النيوترون المتعادل هيديني بروتون موجب الشحنه. هذه المعادله معادله غير موزونه لان في عندي شحنه متعادله في الجانب الشمال ومدياني شحنه موجبه في الطرف اليمين. عشان تبقى المعادله دي موزونه لازم يخرج عندي جسيم سالب الشحنه يعوض فرق الشحنه ما بين البروتونات والنيوترونات. هذا الجسيم هو النيجاترون، هو جسيم سالب الشحنه ناتج عن تحول النيوترون الزياده اللي كان مسبب عدم استقرار للنواه الى بروتون بيفضل موجود داخل النواه ويخرج فرق الشحنه في صوره النيجاترون او البيتا ماينس، ودي احدى البروسيسز بتاعه الراديو اكتيف ديكي. مثال ليها مثلا الكربون 14، كلنا عارفين ان الكربون اللي موجود في الطبيعه اللي احنا بنستنشقه هو الكربون 12، في 6 بروتون و6 نيوترون، لكن في نظائر اخرى للكربون موجوده في الطبيعه زي الكربون 14 واللي ليه تطبيق مهم جدا في بالنسبه للعلم البشري هنعرفه كمان شويه. الكربون 14 ده راديو اكتيف بيحصل له ديكي عن طريق النيجاترون ايميشن. ازاي؟ ان الكربون 14 بيتحول نيوترون داخل النواه بتاعته الى بروتون، فالنمبر اوف بروتون نمبر اوف نيوترونز هيقل بمقدار واحد والنمبر اوف بروتونز هيزيد بمقدار واحد، فطالما عدد البروتونات زاد واحد يبقى نتج عندي عنصر جديد اللي هو عنصر النيتروجين اللي فيه 7 بروتون، وهيفضل العدد الكتلي ثابت نتيجه ان في نيوترون قل واحد وبروتون زاد واحد، فالمحصله هتفضل واحده وهيطلع عندي الجسيم النيجاترون اللي هو البيتا ماينس. طيب تالت نوع من انواع الراديو اكتيف ديكي هو البوزيترون ديكي. البوزيترون ديكي هو العكس بتاع النيجاترون ديكي، بتكون النواه غير مستقره نتيجه ان فيها بروتون عدد من البروتونات زياده، فعشان توصل لمرحله الاستقرار تتخلص من بعض البروتونات اللي جواها. ازاي؟ هتحول البروتون اللي موجود جواها الزياده ده الى نيوترون. طيب تعالى نكتب البروسيس دي كمعادله كيميائيه او على ورقه، هتلاقي ان البروتون موجب الشحنه هيديني نيوترون متعادل الشحنه. المعادله دي غير موزونه، عشان تبقى بالانسد لازم يطلع عندي جسيم موجب الشحنه في الناحيه اليمين عشان يعادل او يبقى الطرفين عليهم شحنه، او الطرف الشمال من الايكويشن شحنته موجبه زي الطرف اليمين، وبناء عليه البروتون بيتحول الى نيوترون، يظل النيوترون ده داخل النواه ويخرج فرق الشحنه في صوره جسيم موجب الشحنه اسمه البوزيترون. وبناء عليه النمبر اوف بروتونز بيقل بمقدار واحد والنمبر اوف نيوترونز بيزيد بمقدار واحد، وطالما النمبر اوف بروتونز قل يبقى انا او اتغير يبقى نتج عندي عنصر جديد. مثال لكده الصوديوم، احد نظائر الصوديوم اللي هو الصوديوم 11 22 في 11 بروتون وفي 10 نيوترونز، لما بيحصل له راديو اكتيف ديكي عن طريق البوزيترون ايميشن بيديني عنصر النيون اللي فيه 10 بروتون وبيبقى فيه 11 او سوري بيبقى فيه 12 نيوترون، وبناء عليه بيظل العدد الكتلي ثابت وبيخرج عندي فرق الشحنه في صوره البوزيترون. في نقطه مهمه جدا عايزين بس نذكرها هنا في هذا الموضع هنحتاجها كمان شويه. البوزيترون ده هذا الجسيم الموجب الشحنه اللي خارج من النواه
زي الطلقه بمنتهى السرعه بمنتهى القوه، وهو خارج من النواه هيقابل في الاوربيتالز الخارجيه جسيمات سالبه الشحنه اللي هي الالكترونات، وبناء عليه الشحنه الموجبه بتاعه البوزيترون هيحصل ايه بينها وبين الشحنه السالبه بتاعه الالكترون؟ هيحصل بينهم اتراكشن، هيحصل بينهم تجاذب. فنتيجه كده البوزيترون اللي خارج بكل قوته وكل سرعته من النواه زي الطلقه يصطدم بالكترون سالب الشحنه في احد مستويات الطاقه الخارجيه بتاعه هذه الذره المشعه، ونتيجه هذا الاصطدام يحصل لهم هما الاثنين تلاشي. زي كده ربنا عافينا كلنا لما بيحصل حادث ما بين عربيتين ماشيين بمنتهى السرعه وييجوا في مفترق طرق يحصل ما بينهم تصادم. هو ده اللي بيحصل ما بين البوزيترون والالكترون، يحصل لهم عمليه تلاشي بنسميها الانيهيليشن. نتيجه التلاشي ده الاثنين بيحطموا ويتدمروا ويتلاشوا تماما، لكن احنا عارفين ان اوزان المواد او الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، وبناء عليه كتله هذا البوزيترون وكتله هذا الالكترون بتتحول الى الكتروماجنتيك ويفز بنسميها الجاما ويفز. فعمليه البوزيترون اميشن بينتج عنها عمليه اسمها الانيهيليشن، بينتج من الانيهيليشن دي ان كتله البوزيترون والالكترون بتتحول الى تو جاما ويفز او تو الكتروماجنتيك ريز اللي احنا بنسميها اشعه جاما. يبقى دي بس نقطه مهم ان انا اقولها وانا بتكلم عن البوزيترون عشان هنعرف ايه فائدتها كمان شويه. طيب اخر نوع من الراديو اكتيف ديكي هو الايزوميريك ترانزيشن. احنا كده اتكلمنا عن الالفا، في 2 بروتون و2 نيوترون خرجوا من النواه، البيتا او النيجاترون في نيوترون كان زياده عن حد الاستابيليتي وتحول الى بروتون وخرج فرق الشحنه في صوره النيجاترون. اتكلمنا عن البوزيترون اميشن اللي فيه البروتون هو اللي كان عدده زايد وتحول الى نيوترون وخرج فرق الشحنه في صوره البوزيترون. اخر نوع هو الايزوميريك ترانزيشن، بتكون النواه غير مستقره، فيها جزء من الانرجي اللي مسبب لها توتر او عدم استقرار، النواة بتتخلص من هذه الطاقة إنها تخرج منها بدون أي جسيمات. يبقى هذا النوع من المواد المشعة اللي بيحصل له راديو أكتيف ديكي أو بيحصل له إشعاع عن طريق الأيزوميريك ترانزيشن، كل اللي بيحصل في النواة إنها بتخرج الطاقة الزيادة اللي جواها دي في صورة إلكترومغنيتيك ويفز، في صورة إشعاع بنسميه الجاما ريز. هنا لا عدد النيوترونات هيتغير ولا عدد البروتونات هيتغير، فقط النواة هتنتقل من مستوى او من محتوى عالي من الطاقه الى محتوى اقل من الطاقه عن طريق انها خرجت فرق الطاقه ده في صوره الجاما ايميشن. والجاما هي ليست ببارتكلز، يعني ليست زي الالفا عباره عن بارتكلز ليها كتله، ولا زي البوزيترون ولا النيجاترون، هي بس عباره عن الكترومغنيتيك ويف زيها زي موجات الضوء والصوت، وهنعرف كمان شويه ايه الفرق ما بينها وبين باقي الموجات. طيب حد هيقول لي ايه الفرق ما بين الجاما راي والاكس راي؟ الجاما راي والاكس راي زيهم زي الميكروويف، زيهم زي موجات الضوء والصوت، كلهم الكتروماجنتيك ويفز. الفرق ما بينهم فرق في الانرجي. الانرجي بتاعه الجاما رايز اعلى من الانرجي بتاعه الاكس راي، والاكس راي اعلى من اليو في، واليو في اعلى من الميكروويف والاي ار اند سو اون. كل لما الانرجي بتزيد كل ما قوه التدمير بتاعه هذا النوع من الالكتروماجنتيك ويفز بتكون اقوى. عشان كده احنا ممكن مثلا بنقول ان احنا ما ننزلش البحر مثلا الساعه 12 الظهر، لان اليو في راديشن بتكون الانرجي بتاعتها عاليه جدا، فممكن تسبب لا قدر الله كانسر في السكين. نفس الكونسبت الاكس راي، بنقول مثلا اللي هيعمل اشعه اكس راي على العظم لازم ما يعيدش الاشعه فتره طويله، ما ياخدش حد من قرايبه ويقف جنبه وهو بيعمل اشعه، لان الاكس راي ممكن يكون ليها تاثير ضار على الاشخاص المصاحبين ليه. نفس الكونسبت بالنسبه للجاما راي، الدامج اللي بتسببه او الهازارد اللي بتسببه للاسف بيكون هازارد كبير اعلى من الاكس راي. وبناء عليه دي كده المودز اوف راديو اكتيف ديكي اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. هنتكلم عن بوينت مهمه جدا، هل الاشعاع حاجه بعيده عننا؟ هل حاجه بس موجوده فيما يسمى المفاعل الذري او في الناس اللي شغاله في مستشفى فيها طب نووي، ولا الاشعاع موجود حوالينا في حياتنا اليوميه في كل شيء؟ الاجابه ان الاشعاع يحيط بينا في كل شيء في حياتنا اليوميه. بعض الامثله للمواد المشعه اللي موجوده حوالينا، اول حاجه السموك ديتكتور، الانذار او الالارم بتاع الفاير اللي موجود في السينمات وفي قاعات المحاضرات عندنا في الكليه او في اي قاعه محاضرات او في اي مبنى، بتلاقي فيه في السقف سموك ديتكتور. السموك ديتكتور ده
بيحتوي جواه على مادة مشعة اسمها الأمريسيوم 241، موجودة جواه لأن هذه المادة المشعة بتكون هي مصدر الطاقة اللي بتشغل وحدة السموك ديتكتور دي، وبيكون ليها دور في عملية الديتكشن اوف السموك ووجود الفاير الارم. مثال تاني، مثلا كلنا شفنا فيلم ايرون مان، كان الراجل بيحط زي مفاعل ذري صغير كده في صدره، هو ده اللي بيديله الطاقة بتاعة البدلة اللي هو بيرتديها. طبعا دي حاجة فانتازي شوية او يعني خيال علمي، لكن في حاجه زيها موجوده فعلا في الطب، زي البيشنت اللي بيكون عنده عدم انتظام في ضربات القلب، فالطبيب بيركب له حاجه اسمها ارتفيشال بيس ميكر، منظم لضربات القلب. الارتفيشال بيس ميكر ده جهاز بيحتاج طاقه عشان يشتغل. هل البيشنت بيبقى حاطط الجهاز ده وحاطط فيه حجاره مثلا وكل شويه يفتح صدره عشان يغير الحجر للجهاز؟ لا. امال الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ بيجيب الطاقه بتاعته منين؟ الجهاز ده بيحتوي على ماده مشعه هي اللي بتمده بالطاقه وتخليه موجود داخل جسم البيشنت الى ان يعني يشاء الله له شيئا اخر. فده مثال لمواد مشعه موجوده. مثال تاني، زمان كان دكاتره الاسنان لما تروح حضرتك تركب طربوش وتقول له انا عايز الطربوش ده يبقى بيلمع عشان يبقى لونه زي لون الاسنان، كان دكاتره الاسنان بيستخدموا املاح اليورانيوم في عملية إضافة اللمعة للطربوش أو الكراون اللي بيتكون. طبعا الكلام ده بدأ يقل دلوقتي بعد ما اكتشفوا خطورة اليورانيوم، طبعا زمان ما كانش معروف خطورة اليورانيوم، لكن مع تقدم العلمي واكتشاف يعني إيه راديو أكتيفيتي بدأ يتم استبدال أملاح اليورانيوم بأملاح أخرى. مثال تاني، الساعة اللي احنا بنلبسها اللي بتنور في الضلمة، الساعة دي بتنور ازاي؟ لأن الشرط اللي فيها المادة اللي احنا بنقول عليها اللي بتدي فلورسنس دي بتحتوي على مادة مشعة بتعمل نوع، بيخرج منها نوع من أنواع الطاقة هي اللي بتسبب ظهور الضوء دوت في الضلمة. عشان كده الشخص اللي بيلبس الساعات ديت ما يسمعش مثلا الكلام بقول ده فيروح يرمي الساعة، لا، الساعة دي طول ما أنت لابسها والكفر الزجاجي بتاعها موجود أنت في أمان تام. امتى يبقى في خطر؟ لو الساعه دي البلوره الازاز بتاعتها اتكسرت وحضرتك حاولت بضوافرك او بايديك تكحت الجزء الاخضر، فهنا الماده المشعه هتيجي وتبقى في كونتاكت مع جلدك، وممكن حضرتك لو بتاكل مثلا تخش الماده المشعه دي جوه جسمك وتسبب لك الخطر. من اشهر الامثله للمواد المشعه اللي موجوده في حياتنا اليوميه الموز. الموز من الفاكهه اللي موجوده حاليا في الوقت الحالي، كل موزايه بتحتوي على، كلنا عارفين ان الموز غني بعنصر البوتاسيوم. البوتاسيوم ربنا خلقه ان في منه 3 ايزوتوبس في الطبيعه. ال3 ايزوتوبس دول 2 منهم مستقرين وواحد منهم راديو اكتيف اللي هو البوتاسيوم 40. كل موزايه بتحتوي على ال3 انواع من البوتاسيوم اللي ربنا خلقهم، تحتوي على ال3 مظائر. الثلاثه دول منهم 2 مستقرين وواحد مشع، وبناء عليه حضرتك جسمك بيخش فيه لما بتاكل موز نسبة من البوتاسيوم المشع. طيب هل معنى كده ان احنا نبطل ناكل موز؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن نسبة البوتاسيوم المشع اللي موجودة في الموز قليلة جدا جدا جدا، الخطر الناتج منها علشان يبقى تاكل جرعة من الموز تسبب لك خطورة إشعاعية، انت هتحتاج تاكل كمية من الموز، لو كلتها انت هيحصل لك خطورة مش من الإشعاع، هيحصل لك خطورة من كمية الموز اللي انت كلتها. وبناء عليه بنقول ان جسم الانسان كمان، لان في عنصر البوتاسيوم، احنا جسمنا فيه كالسيوم فيه بوتاسيوم فيه املاح ومعادن كتير، فانت داخل جسمك عنصر البوتاسيوم بالمظائر الثلاثه بتوعه اللي في منهم واحد مشع، وبناء عليه جسم الشخص او الشخص اللي وزنه تقريبا 70 كيلو، اي شخص فينا وزنه 70 كيلو هيبقى في جسمه كميه من البوتاسيوم 40 تكافئ تقريبا 4260 بكرل من البوتاسيوم 40. يعني في كل ثانية 4260 ذرة من ذرات البوتاسيوم 40 بيحصل لها عملية اضمحلال أو بتخرج إشعاع في جسمك كل ثانية لو أنت وزن جسمك 70 كيلو جرام. ده يوضح لك إن الراديشن مش حاجة بعيدة عننا، دي حاجة محيطة بينا في حياتنا اليومية، وبناء عليه مش حاجة تدعو إلى القلق طالما إحنا فهمنا يعني إيه راديشن وعرفنا إيه هي خطورته وإزاي نتعامل معاه بأمان. طيب من اشهر الاستخدامات للراديو اكتيفيتي هي الراديو كربون ديتنج، ودي كان بيستخدمها دايما، كنا نسمع ان والله بعد اكتشفوا مومياء وقدروا يحددوا الزمن اللي كانت هذه المومياء عايشه فيه والمومياء دي من انهي اسره.
بيعرفوا ده ازاي؟ بيعرفوه عن طريق الراديو كربون ديتنج، ان هو بيقيس نسبه الكربون 14 اللي موجود في الموميا دي. ايه كربون 14؟ هو نظير من نظائر الكربون، ربنا خالق الكربون ان ليه اكتر من نظير، منهم الاكثر شيوعا والاكثر استقرارا الكربون 12 اللي احنا بنستنشقه، لكن الكربون ده لما بيخش جسمنا اللي موجود في الغلاف الجوي بيخش جسمنا كربون 12 وبيخش معاه كربون 14، لان ربنا خالقهم موجودين مع بعض في الطبيعه. اي ذره كربون بتخش جوه جسمك بيكون فيها جزء من الكربون 12 وجزء من الكربون 14. كربون 14 ده راديو اكتيف مشع، الهاف لايف بتاعته 5730 سنه. يعني ايه هاف لايف؟ يعني علشان مثلا لو انا عندي 1000 اتوم من الكربون 14، عشان ال 1000 اتوم دول عددهم يقل ويبقى 500، محتاج فتره زمنيه مقدارها 5730 5730 سنه، فدي الهاف لايف بتاعت الكربون 14. طيب ازاي بيستخدم في الديتنج بتاع المومياوات؟ الفكره ببساطه ان حضرتك او النباتات او اي كائن حي بيستنشق الكربون من الغلاف الجوي، وبناء عليه بيخش جوه جسمه الكربون سواء كربون 12 او كربون 14، والجزء اللي بيخش من الكربون داخل الجسم ده بيخرج برضو من الجسم عن طريق عملية الإكسهاليشن أو عن طريق عملية الإخراج الطبيعية، وبناء عليه الجسم بيخش له نسبة ثابتة من الكربون 14 وبيخرج منه نسبة ثابتة من الكربون 14، وكمية الكربون 14 في الطبيعة ثابتة لا تتغير على مدار الزمن. طيب الإنسان لما بيموت بيبقى فيه كمية من الكربون 14 جوه جسمه ما خرجتش، هو عمال ياخد كربون 14 ويخرج كربون 14، لما بتحصل الوفاة بيبقى فيه كمية من الكربون 14 جوه الجسم لم تخرج، عن طريق ان احنا نقيس كميه الكربون 14 اللي موجوده في جسد المتوفي او جسد هذه المومياء، وعن طريق عمليه حسابيه بسيطه جدا بنقدر نعرف الكربون 14 اللي موجود في جسمه ده موجود من فتره زمنيه مقدارها قد ايه، وبناء عليه بقدر ان انا استخدم المواد المشعه او معلوميه الراديو اكتيفيتي في ان انا احدد اجسام مثلا الاشجار او العمر الزمني او الفتره اللي كان عايش فيها احد المومياوات، او الشجره مثلا اللي اكتشفوها بقى لها قد ايه موجوده على وجه الارض عن طريق الراديو كربون ديتنج. طيب هنتكلم عن توبيك مهم دلوقتي هو الايونايزنج راديشن. دايما بنقول ان الراديشن في منه انواع، في منه نوع خطر اللي هو الايونايزنج راديشن، وفي نوع منه سيف او امن اللي هو النون ايونايزنج راديشن. او نضربها بمثال تاني، كلنا طبعا نسمع عن الديبيت او الجدال اللي معمول عن الميكروويفز وعن موجات التليفون المحمول، ناس تقول ده خطر وناس تقول مش خطر. الفكره كلها الانرجي بتاعت هذه المايكرو الالكتروماجنتيك ويفز اخبارها ايه؟ كل لما الانرجي بتاعت الالكترومغنيتيك ويفز تكون كبيره هنا الخطر بتاعها يزيد، وكل لما الانرجي بتاعتها تكون قليله كل ما الخطر بتاعها يكون قليل. طب ايه اللي بيخلي ليها خطوره لما الانرجي بتاعتها تبقى كبيره؟ الخطوره بتيجي من ان هذا النوع من الالكترومغنيتيك ويفز لما بيصطدم بالخليه الحيه او لما يصطدم باي اتوم او يصطدم باي عنصر نتيجه الانرجي الكبيره بتاعت هذه الالكترومغنيتيك ويفز، هذا الاصطدام يسبب ان الكترون من الالكترونات اللي موجوده في العنصر يخرج بره العنصر، فلما العنصر يفقد الكترون يحصل له عمليه ايونايزيشن. عشان كده بنسمي الالكترومغنيتيك ويفز اللي الانرجي بتاعتها عاليه بسميها ايونايزنج راديشن دي، لان الانرجي بتاعتها بتكون قادره ان هي تعمل عمليه ايونايزيشن للعنصر، تخرج نواه من تخرج الكترون من العنصر والعنصر يتحول الى ايون. طب ايه الخطوره لما العنصر يتحول الى ايون؟ هذا العنصر اللي موجود داخل جسمنا او داخل مكونات الخليه بتاعتنا مكون روابط معينه مع باقي المكونات بتاعه الخليه. ابسط مثال لكده الدي ان ايه. الدي ان ايه عباره عن البيورين والبيرميدين والسايمين والجوانين بيزس، مرتبطين مع بعض بروابط كيميائيه. لو انا عملت ايونايزيشن لاي اتوم مكونه للبيورين او ممكن هذا الايونايزيشن يسبب كسر الرابط اللي ما بين البيورين والبريميدين بيزس او السايمين والجوانين بيزس، وبناء عليه ينتج عنه كسر لاحد الاستانس او
يسبب انفصال التو ترانز ان ايه، ده يسبب ايونايزنج راديشن، خطورته ان الانرجي الكبيره بتاعته تقدر تسبب ايونايزنج ينتج عنه لمكونات الحياه. اللي يقدر يعمله لما يصطدم بالاتوم ان هو بس يعمل اكسايتيشن للالكترون، يخلي الالكترون ينتقل من مستوى طاقه اقل لمستوى طاقه اعلى، الالكترون بيقعد مستوى الطاقة الأعلى ده فترة صغيرة بياخد الطاقة الكاملة، منه الخطورة بسبب قدرته على إن هو يسبب تأين للأتومز ويسبب كسر للروابط اللي بتكونها هذه الأتوم. ومن هنا بتيجي خطورة الراديشن على الليفنج سيل. خطورة الراديشن بتنشأ من إن الراديشن الأيونايزنج راديشن اللي هو الإشعاع دوت كبيرة جدا، لما بيصطدم ب يسبب دامج في الـ DNA للأتومز اللي مكونة بتاعت الـ DNA، ويسبب عملية للروابط ما بين اللي بيسببه الراديشن، ممكن يكون نوع من ممكن يعمل الايونيزيشن يصطدم بالايه فيأثر مباشرة، وهذا النتيجة اللي ليها كتلة كبيرة. ايه انواع دي؟ دكتور حسن، الصوت قطع يا دكتور حسن، سمعني؟ دكتور حسن خرج يا دكتور، هو تقريبا لا. النت عنده فصل او في عنده مشكله في النت. طب انا هوقف على النت عنده فصل يا ضحى. تمام هوقف. يا اما بيكون دايركت يا اما ان دايركت. الدايركت ده بتسببه الالفا والبيتا، والان دايركت ده بتسببه الجاما الكتروماجنتيك ويفز. الفرق ما بينهم ان الدايركت الالفا والبيتا بيسببوا دامج مباشره للدي ان ايه، اما الاندايركت بينتج عن ان الجاما راديشن بيعمل ايونيزيشن للميه اللي موجوده جوه الخليه، ينتج عن هذا الايونيزيشن تكوين فري راديكلز، هذه الفري راديكلز هي اللي بتكسر في الدي ان ايه، وبينتج عنها تاثير غير مباشر او بناء عليه الجاما بتسبب دامج اندايركت للدي ان ايه. طيب الدامج اللي بيحصل للدي ان ايه ده ينتج عن يا اما الخليه تقدر تعمل ريبير لهذا الدمج، يا اما الخليه ما تقدرش تعمل ريبير او الخليه طبيعيه وهتنقسم، لكنها هتنقسم بالايرور اللي موجود جواها. وهنا تيجي اكبر مخاطر الاشعاع وهو الكانسر. بينتج من ايه؟ بينتج ان الخليه الحيه لما تتعرض للراديشن ممكن يحصل بعض احتمالات. اول حاجه يحصل دامج للدي ان ايه والاوتوماتيك ريبير سيستم اللي ربنا خلقه في الخليه الحيه، يقدر ان هي يصلح هذا الدامج وتمر هذه الـ يعني البلوه سلام والخليه ترجع طبيعيه. يا اما يكون الدستراكشن يحصل ايرور جوه الخليه، الخليه ما تقدرش تعمل نوتيفيكيشن لهذا الايرور، وبناء عليه يا اما هذا الايرور يحصل له عمليه دوبليكيشن مع انقسام الخليه، فيؤدي الى ان الخلايا الناتجه من انقسام الخلايا الام تبقى خلايا معيبه بتحتوي على ايرور في دي ان ايه، وهي دي اللي بنسميها الكانسر سيل. للاسف معلش يعني بعض الناس اللي بتخاف من الصور السيئه، الصور الجايه دي هتكون بتوضح بعض انواع الدايركت دامج اللي بينتج من التعرض لجرعات عاليه جدا من الاشعاع، توضح الخطوره اللي بتنتج من الاشعاع لما تعرض لجرعات كبيره جدا منه.
للأسف ممكن تتفاوت هذه المخاطر من سقوط الشعر إلى حدوث إحمرار وتهيج في الجلد إلى نكروزس وزي فقد لبعض الأطراف. ده اكزامبل للدايركت دامج اللي بيحصل نتيجه الاستراكشن بتاع الدي ان ايه، نتيجه التعرض لليفلز عاليه من الراديشن، يا اما بيبقى اندايركت دامج يسبب احتماليه وجود بؤر سرطانيه داخل الخلايا نتيجه تعرضها للاشعاع. طيب الالفا والبيتا والجاما الثلاث انواع من الاشعاع دولت في فروقات ما بينهم في ايه؟ في فروقات في قدرتهم على الاختراق. الالفا اللي هي انا دايما بحب اشبهها بكوره البولينج، هي الاكبر وزن لانها عباره عن 2 بروتون 2 نيوترون، لما بتصطدم باي شيء بتفقد الطاقه بتاعتها كلها وتديها للشيء ده، وبناء عليه الطاقه الكبيره اللي بتفقدها مره واحده للشيء اللي اصطدمت بيه بتسبب دم كبير جدا لهذا الشيء، وبينتج عن كده توقف جسيم الالفا. فجسيم الالفا هو الاكثر تدميرا والاقل قدره على الاختراق. يعني ايه اقل قدره على الاختراق؟ يعني انا لو في بيني وبين ماده مشعه بتطلع جسيمات الفا، لو في بيني وبينها ورقه او تيشو بيبر، البيبر تيشو دي تقدر ان هي توقف جسيمات الالفا وتمنع جسيمات الالفا انها توصل ليا. وبناء عليه السموك ديتكتور اللي موجود في قاعات السينما وقاعات المحاضرات مفيش منه اي خطوره وهو موجود فوقينا. ليه؟ لانه بيحتوي على ماده مشعه بتطلع جسيمات الفا، جسيمات الالفا قدرتها على الاختراق ضعيفه جدا، فالكفر البلاستيك اللي محيط بالسموك ديتكتور ده هيمنع جسيمات الالفا انها توصل ليا. يبقى الالفا هايست ديستركتيف واللوست في البنتريشن باور. جسيمات البيتا انا بحب دايما اشبهها بكره البلياردو، وزنها اقل من جسيمات الالفا اللي شبه كره البولينج، وقدرتها على النفاذيه اكبر. وبناء عليه جسيمات البيتا عشان اوقفها محتاج الى بلاستيك ماتيريال، هي دي اللي تقدر تمنع جسيمات البيتا انها توصل. يبقى انا لو جنبي ماده مشعه بتطلع الفا، لو حطيت بيني وبينها ورقه، الورقه دي هتوقف جسيمات الالفا وتمنعها انها توصل لي. البيتا لو حطيت بيني وبينها قطعه بلاستيكيه هتمنع جسيمات البيتا انها توصل اليا. الجاما بقى، الجاما هي الكتروماجنتيك ويفز، احنا موجات الصوت. حضرتك تكون قاعد في الاوضه واخوك مشغل التلفزيون في الاوضه اللي جنبك وانت سامع الصوت، لان الالكتروماجنتيك ويفز قدرتها على النفاذيه كبيره. اشعه الشمس او الضوء بتقدر ان هي تمشي مسافات طويله داخل الفضاء وتوصل لينا. ليه؟ لانها الكتروماجنتيك ويفز. وبناء عليه الجاما الدستركشن باور بتاعها اضعف من البيتا، والبيتا اضعف من الالفا. قدره الاختراق بتاعه الالفا اكبر من البيتا، قدره اختراق البيتا اكبر من الالفا. طيب يبقى دي كده المقارنه بين الالفا والبيتا والجاما للراديشن اللي بيخرج من الماده المشعه من حيث قدرتها على التدمير ومن حيث النزيه. لكن في نقطه مهمه جدا لازم نعمل منها بتاعه الجسيم. يعني ايه؟ حضرتك لما تروح تلعب بولينج بتلاقي ان في الكور، انت ممكن تضرب تزق الكوره بطاقه صغيره وممكن تزق الكوره بطاقه كبيره. الكوره واحده والماس بتاعتها واحده، لكن القوه اللي انت اكسبتها لهذه الكوره سببت ان الدستراكشن باور بتاعها يكون مختلف. حضرتك لو جبت كوره بولينج خبطتها في الحيطه بتاعت البيت بقوه هتسبب دمار للحيطه، هتسبب نقره في الحيطه، اما لو حذفتها بطاقه ضعيفه ممكن ما تسببش اي تدمير للحيطه بتاعت البيت. نفس الكونسبت، الالفا انا بقول ان قدرتها على التدمير اكبر من البيتا والبيتا اكبر من الجاما، ده نتيجه كتله الالفا اللي اكبر من البيتا واكبر من الجاما. لكن في معيار مهم تاني جدا هو الانرجي بتاعت الالفا. جسيمات الالفا يكون ليها انرجيز كتيره جدا، في جسيم الفا الانرجي بتاعته 1 وفي جسيم الفا الانرجي بتاعته 1000. البيتا نفس القصه، في بيتا بارتكل الانرجي بتاعتها 1 وفي بيتا بارتكل الانرجي بتاعتها 1000. والجاما راديشن نفس القصه. يبقى علشان احكم على الخطر بتاع الالفا او البيتا او الجاما، الالفا اخطر من البيتا اخطر من الجاما لو الثلاثه ليهم نفس الانرجي. لكن جسيم الالفا اللي الانرجي بتاعته 1 الخطر بتاعه اقل كتير من الجاما اللي الانرجي بتاعتها 1000.
يبقى الانرجي وطبيعه الجسيم دول معيارين مهمين جدا عشان احكم بيهم على خطوره نوع الاشعاع سواء الفا او بيتا او جاما. انا عارف ان انا قد اكون بتكلم في حاجات بعيده شويه عن التوبيك اللي حضراتكم متخيلين اللي هو الفارماسيوتيكال، لكن ده تمهيد لابد منه عشان تفهم معايا كمان شويه الفرق ما بين الراديو فارماسيوتيكالز وازاي الراديو فارماسيوتيكالز بتشتغل. طيب كده احنا خلصنا الجزء التمهيدي، هنبدا بقى نتكلم عن ايه استخدامات الراديو اكتيفيتي او الاشعاع في الطب والصيدله. الراديشن ليه استخدامات كتير جدا في الطب والصيدله، اهمها اول حاجه اسمها التيلي سيرابي او الجاما نايف. الجاما نايف دي ببساطه عباره عن عنصر الكوبالت 60 المشع. الكوبالت 60 بيطلع اشعه جاما الانرجي بتاعتها 1.3 ميجا الكترون فولت، ده رقم كبير جدا، لو اصطدم بخليه هيموتها على طول. وبناء عليه الكوبالت 60 بيستخدم في علاج انواع من السرطان في اماكن يصعب الوصول اليها جراحيا، اشهرها مثلا سرطان المخ، ربنا عافينا واياكم. سرطان المخ ساعات بيكون في اماكن في المخ خطر او صعب ان انا اوصل لها جراحيا. طب البيشنت ده هعالجه ازاي؟ هعالجه عن طريق ان انا اعرضه للكوبالت 60، بيكون الكوبالت 60 موجود خارج جسم البيشنت، والجاما راديشن اللي طالعه من الكوبالت 60 ان الانرجي بتاعتها 1.3 ميجا الكترون فولت بتوصل لداخل البرين بتاع البيشنت وتوصل لمكان الكانسر وتضم. طيب البعض هيسال سؤال، هي معديه على التيشوز السليمه او الهيلسي بتاعه البرين، ممكن تموت الخلايا الهيلسي، ازاي بتموت الكانسر بدون ما تموت الهيلسي؟ الموضوع ببساطه ان مصدر الكوبالت بيتحط حوالين الراس بتاعه البيشنت، ومثلا بيكون مصادر الكوبالت محطوطين حوالين راس البيشنت، كل مصدر منهم بيطلع جاما راديشن في اتجاه معين، بيتم توزيع هذه المصادر بحيث ان الستة جاما ريز اللي طالعين من الست مصادر دول يلتقوا الستة جاما ريز دول داخل التيشو بتاع الكانسر، وبناء عليه القوة التدميرية بتاعت الستة أشعة من الجاما دول هيلتقوا ويتركزوا في الكانسر تيشو، وبناء عليه هيدمروا الكانسر تيشو اللي موجود في البرين، في حين ان الهيلسي تيشو بتاعت البرين كل جزء من الهيلسي تيشو هيتعرض لون جاما فقط، نتيجة ان احنا حاطين الستة مصادر الكوبالت دي متوزعين بشكل معين، فكل أجهزة البرين هتعرض لون جاما الا الكانسر تيشو هو اللي هتلتقي فيه الستة جاما ريز، وبناء عليه تسبب تدمير للكانسر اللي موجود في البرين. من مزايا الكوبالت 60 ان هو البيشنت بعد ما بياخد جلسة العلاج بيقوم ويمارس حياته الطبيعيه بشكل عادي، ما بيكونش فيه اي خطوره على المحيطين بيه، لان انا ما حقنتوش بماده مشعه، لا خالص، ده الماده المشعه موجوده بره الجسم والاشعاع اللي طالع منها بيعدي ويخش جوه الجسم، الاشعاع نفسه ما اتحقنش داخل الجسم، الماده المشعه ما اتحقنتش داخل الجسم. الخطر بيكون لو الماده المشعه نفسها، لو الكوبالت نفسه اتحقن داخل جسم البيشنت، فبقى الكوبالت ماشي جوه البلد وعمال يطلع في الجاما ريز، والجاما ديت عماله تعدي من جسم البيشنت وتوصل للناس المحيطه بيه من الاهل، فيبقى في خطوره عليهم. اما في حاله الجاما نايف، لا، انا ما بحقنش الكوبالت جوه الجسم، انا بسيبه بره الجسم، والجاما اللي طالعه منه ونتيجه قوه النفاذيه الكبيره للجاما تقدر ان هي تخترق انسجه الجسم وتوصل للكانسر اللي موجود في البرين. طبعا بيكون السايد افكتس الناتجه منها اقل كتير من الانذر بروتوكولز بتستخدم لعلاج الكانسر زي الكيمو ثيرابي او زي السيرجري، بلس ان هي بتكون مفيده جدا في بعض الاماكن اللي بيصعب اجراء العمليات الجراحيه فيها واشهرها البرين كانسر. طيب ثاني استخدام للراديشن هو البراكي ثيرابي. البراكي ثيرابي عكس الجاما نايف، الجاما نايف المصدر المشع خارج الجسم، اما البراكي ثيرابي انا بحقن او بزرع المصدر المشع داخل التيومر، زي فكره مثلا كان في زمان من احد وسائل منع الحمل الامبلانت اللي بتتحط تحت الجلد وتطلع الاستروجين او البروكستيرون هرمونز بتستخدم في ككونتراسيبتيفز. البراكي ثيرابي انا بنفتح التيومر ونزرع جواه سيدز ميتال بتحتوي على الماده المشعه،
ويتقفل تاني على البيشنت، وطول ما السيلز دي موجوده داخل التيومر تقعد تطلع في الراديشن، وهذا الراديشن يكسر في التيومر لحد ما يقضي على التيومر تماما. طبعا دي بتستخدم في انواع كتير من الكانسر، اشهرها الاي كانسر زي الصوره حضرتك شايفينها على الشمال، بيبقى زي جسم كده حديدي بيتركب على عدسه العين علشان لو بيشنت عنده اي كانسر. وتستخدم كذلك في البروستات كانسر، بيتم زرعها زي ما انتم شايفين في الصوره كده داخل البروستات. ميزه البراكي سيرابي ان هي بتبقى الاكشن بتاعها لوكالايزد، انا حاطط الماده المشعه في قلب التيومر، زارعها جوه التيومر. والميزه الثانيه ان بعد لما الطبيب بيتابع حاله المريض ويتاكد ان كل التيومر تيشو تم تدميره، ممكن ان هو يعمل عمليه جراحيه تاني ويشيل المصادر المشعه دي من جسم البيشنت، والبيشنت يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. طيب ثالث نوع او ثالث ابلكيشن للراديشن في الطب والصيدله هو الراديو فارماسيوتيكالز، المحور الاساسي بتاع سيشن النهارده. ايه هو الراديو فارماسيوتيكال؟ من اسمها كده هي عباره عن شقين، شق اولاني راديو ماده مشعه، والشق الثاني فارماسيوتيكال، فارماسيوتيكال كومباوند مركب صيدلي. فكره الراديو فارماسيوتيكال قايمه على ان انا ازاي اوجه الماده المشعه جوه الجسم انها تروح للمكان اللي انا عايزه. يعني اليود كعنصر لما بيخش جوه جسم الانسان بيروح فين؟ بيروح على الثيرويد جلاند، بيروح على الغده الدرقيه. عشان كده لما بنيجي نشتري كيس ملح من السوبر ماركت نلاقي مكتوب عليه ملح يودي، لان جسم الانسان محتاج ياخد يود علشان اليود ده بيتم استخدامه على الثيرويد جلاند بشكل الثيرويد. يبقى اي يود هيخش جوه جسم الانسان هيروح على الثيرويد جلاند. جسم الانسان ما بيفرقش اليود اللي داخل له ده يود مستقر ولا يود مشع، طالما يود يبقى يروح على الثيرويد جلاند على طول. وبناء عليه لو انا حقنت المريض او اديته كبسوله تحتوي على يود مشع، اليود المشع ده هيروح على الثيرويد جلاند، وبناء عليه اقدر استفيد منه في ان انا اعالج الثيرويد كانسر. ادي البيشنت كبسوله او محلول يود مشع، اليود ده يخش جوه الجسم يمتص ويفشل جوه الجسم لحد يوصل للتارجت اورجن اللي هو الثيرويد جلاند ويدمر الثيرويد كانسر. طيب لو انا بقى عايز استخدم اليود المشع ده علشان ادمر كانسر موجود في اللنج او كانسر موجود في الليفر، اعمل ايه؟ امسك اليود المشع ده في كارير، في تارجتنج ايجنت، ياخد اليود ده من ايده، ولما اليود ده يخش الجسم بدل ما يروح على الثيرويد جلاند يقول له لا تعالى انا هوديك على تارجت اورجان تاني. التارجت اورجان تاني ده هو بيكون التارجت تيشو بتاع الفارماسيوتيكال كومباوند اللي انا مستخدمه. زي ايه؟ مثلا الجابابنتين كدرج معروف ان ليه ريسبتور في البرين، فلو انا في بيشنت عنده برين كانسر وانا عايز اعالجه باستخدام اليود، هعمل اتاتش ما بين اليود المشع وما بين الجاما بنتين، وبناء عليه هذا الكومباوند اللي هو عباره عن يود ماسك في جاما بنتين لما يخش جوه الجسم مش هيروح على الثيرويد جلاند، لا ده هيمشي مع الجاما بنتين ويروح على البرين فيعالج لي البرين كانسر. هذا الكومبلكس هو اللي بسميه الراديو فارماسيوتيكال. يبقى الراديو فارماسيوتيكال هو عباره عن تو كومبوننتس ماسكين في بعض. الكومبوننت الاولاني هو الراديو ايزوتوب، هو الماده المشعه، والكومبوننت الثاني هو الفارماسيوتيكال كومباوند. دور الفارماسيوتيكال كومباوند هنا هو تارجتنج ايجنت فقط، يوجه الراديو ايزوتوب الى التارجت تيشو بتاعي. وبناء عليه الراديو فارماسيوتيكالز تختلف عن الفارماسيوتيكالز العاديه ان ما بيكونش ليها فارماكولوجيكال افكت. يعني ايه؟ يعني انا الفارماسيوتيكال كومباوند اللي بستخدمه في الراديو فارماسيوتيكال بتكون كميته فيري تريس اماونت، كميه لا ترقى انها تدي لي فارماكولوجيكال اكشن. يعني الجابابنتين اللي انا خليته يحصل اتاتشمنت بينه وبين اليود مش هيديني تاثير علاجي ناتج عن الجابابنتين نفسه، لا ده هيديني تاثير علاجي ناتج عن الماده المشعه اللي كانت ماسكه في الجابابنتين. ليه؟ لان كميه الجابابنتين اللي انا بستخدمها اقل من الليفل اللي يديني اي ثيرابيوتيك ليفل او اي ثيرابيوتيك افكت. نفس نظريه الكي اند لوك اللي احنا كلنا بندرسها في الفارماكولوجي، هو ده دور الفارماسيوتيكال كومباوند في الراديو فارماسيوتيكال. طيب انواع الراديو فارماسيوتيكالز ايه؟ الراديو فارماسيوتيكالز ممكن تكون دايجنوستيك او ثيرابيوتيك، ممكن تستخدم للتشخيص او تستخدم للعلاج. طيب بيعتمد على ايه النوع؟ يعني ازاي بقول ان ده راديو فارماسيوتيكال يستخدم للتشخيص او ده راديو فارماسيوتيكال يستخدم للعلاج؟ بيعتمد على نوع الماده المشعه
اللي انا مستخدمها في تكوين هذا الراديو فارماسيوتيكال. في مواد مشعه تستخدم للتشخيص ومواد مشعه تستخدم للعلاج. ايه البارامتر اللي بيفرق؟ تعالى كده اما نفرق ما بين الالفا والبيتا والجاما وبناء عليه نحكم مين فيهم يصلح انه يستخدم في التشخيص ومين فيهم يصلح استخدام في العلاج. الالفا اللي قدرتها على التدمير كبيره جدا، اكيد هتستخدم في العلاج، اكيد لما هتصطدم بالخليه السرطانيه هتموتها على طول. وخد بالك ان جسيمات الالفا قدرتها على الاختراق ضعيفه، وبناء عليه ما اقدرش استخدمها في التشخيص. يعني ايه؟ عشان استخدم حاجه في التشخيص يبقى انا هخلي الماده المشعه تخش جوه جسم البيشنت وتروح للتيشو اللي انا عايز اشخصه، واخلي الماده المشعه لما توصل للتيشو ده يخرج منها الراديشن او الاشعاع اللي بيطلع منها ويعدي من خلال انسجه الجسم ويطلع لي بره الجسم، فاقدر ان انا اقيس كميه الاشعاع اللي طالعه لي من هذا الاورجن، وبناء عليه اقدر اكون معلومات عن هذا الاورجن وعن حالته الصحيه. يبقى لازم الاشعاع اللي طالع من هذه الماده المشعه تكون ليه قدره عاليه من الاختراق والنفاذيه. يعني ما ينفعش ان انا اقول جسيم الالفا اللي انا هوصله لداخل الكبد بتاع البيشنت هقدر ان انا القط جسيم الالفا ده ويعدي لي من انسجه الليفر ومن الانسجه بتاعه الجلد ويطلع لي بره الجسم، فاقدر اعمل له ديتكشن والديتكشن ده يديني ايمج عن الليفر. مستحيل ده يحصل لان جسيم الالفا قدرته على النفاذيه ضعيفه. البيتا قدرتها على النفاذيه اكبر، لكن البيتا برضه ليها ديستركتيف افكت عالي، وبناء عليه الايديال راديو ايزوتوب او الايديال راديو اكتيفيتي اللي تستخدم للتشخيص هي الجاما. ليه؟ لان قدرتها على النفاذيه كبيره جدا، بلس ان قدرتها التدميريه اضعف من البيتا واضعف من الالفا. وافضل راديو اكتيفيتي استخدمها في العلاج هي الالفا، نتيجه ان قدرتها التدميريه كبيره جدا فهتدمر لي الكانسر تيشو، وقدرتها على النفاذيه ضعيفه فمش هتنفذ الى الهيلثي تيشوز المحيطه بالكانسر، فمش هتسبب لي اذى للهيلثي تيشوز. يبقى لو انا عايز اعمل دايجنوستيك راديو فارماسيوتيكال هجيب ماده مشعه بتطلع اشعه جاما واحطها على فارماسيوتيكال كومباوند يودي لي الجاما دي للتارجت اورجن بتاعي. ولو انا عايز اعمل ثيرابي يبقى هستخدم راديو ايزوتوب بيطلع جسيمات الفا او يطلع جسيمات بيتا، هم دول اللي بيصلحوا للعلاج. الدايجنوستيك راديو فارماسيوتيكال هي عباره عن ايه؟ هي نوع من انواع الراديو فارماسيوتيكال بتستخدم علشان تديني معلومات عن الاورجن اللي انا عايز اشخصه. طيب حد هيجي يقول احنا ليه نعرض المريض لراديشن والراديشن ده ممكن يكون ليه ديستراكتيف افكت على الدي ان اي وعلى السيلز؟ ما احنا عندنا وسائل تشخيصيه كتيره زي الاكس راي وزي السونار وزي الالترا ساوند. ايه الميزه اللي ضافها لي الدايجنوستيك راديو فارماسيوتيكال؟ الدايجنوستيك راديو فارماسيوتيكال ميزتها ان هي مش بس بتديني معلومات عن شكل الاورجن، لكن كمان بتديني نقطه مهمه جدا، معلومات عن الفسيولوجي بتاع الاورجن، عن البلاد سبلاي للاورجن ده. مثلا الابدومينال الترا ساوند بيقول لحضرتك والله حجم الليفر اخباره ايه، حجم الكليه اخبارها ايه، لكن ما بيقولكش خلايا الكليه دي شغاله ولا لا وشغاله بكفاءه كام في الميه. يعني مثلا بيشنت هيعمل عمليه زرع كلى، فبنجيب الدونور المتبرع وبس نعمل له الترا ساوند فنشوف مقاس الكليه بتاعه مظبوط ولا ضمره ولا لا او ولا فيها تضخم ونكتفي بكده. لا طبعا، ما ممكن الكليه دي تكون السايز بتاعها مظبوط لكن الخلايا اللي جوه الكليه دي خلايا مش كفء 100%. زي مثلا نقول ان عضله القلب عند البيشنت اللي عنده مايوكارديال انفاركشن، يقول لك والله البيشنت ده عضله القلب عنده شغاله بنسبه 50% او بنسبه 80%. ازاي بيقدر يحدد كفاءه عضله القلب؟ بيقدر يعمل ده عن طريق المسح الذري، عن طريق استخدام دايجنوستيك راديو فارماسيوتيكال. بيحقن البيشنت راديو فارماسيوتيكال يحتوي على ماده مشعه بتطلع اشعه جاما، وهذه الماده المشعه بيحصل لها لوكاليزيشن في التارجت اورجن اللي انت عايز تصوره، الكبد او القلب او الاوفريز او الليفر او الكيدنيز، وبتحصل على صوره تدي لك داتا عن حجم هذا الاورجن وكذلك عن كفاءة الخلايا المكونة لهذا الأورجن. طب ليه بتديني معلومة عن كفاءة الخلايا؟ لأن الراديو فارماسيوتيكال بيحصل له امتصاص ودخول للخلايا المكونة للأورجن ده، وبناء عليه لو عندي خلية فيها فايبروزيس الخلية دي مش هتاخد الراديو فارماسيوتيكال جواها،
مفيش بلاد سبلاي رايح لها، ما بتاخدش الخليه فيها فايبروز دي، مش هيحصل دخول للدم جواها. الدم ده شايل معاه الريديو فارماسيوتيكال، لو دخل جوه الخليه هقدر ان انا احصل على صوره عن كفاءه البلاد ابتيك داخل هذه الخليه، وده اللي بيميز لي الدايجنوستيك ريديو فارماسيوتيكالز عن الانواع الاخرى من اساليب التشخيص. ان الدايجنوستيك ريديو فارماسيوتيكال مش بس بيديني صوره عن المورفولوجي بتاع الاورجن، لا كذلك بيديني صوره عن البلاد سبلاي والكفاءه بتاعه هذه الخليه. طيب استخدامات الدايجنوستيك ريديو فارماسيوتيكالز او اهميتها، اول حاجه زي ما قلنا بتديني صوره عن المورفولوجي وصوره عن البلاد سبلاي، زي مثلا الكلى، وادي صوره توضح لحضرتك، مثلا هتلاقي مثلا هنا 9 صور للكلى، ده بيشنت اتحقن بالراديو فارماسيوتيكال، التارجت اورجان بتاعه هو الكلى، وبدانا نشوف مقدار الراديشن اللي طالع من الكليتين مع مرور الوقت. هتلاقي ان الصور مع الوقت في كليه بتبدا الجزء الاسود اللي فيها يبهت نتيجه ان الجزء الاسود ده كان معناه ان في تركز الماده المشعه داخل هذه الكليه، ومع الوقت بيبدا يحصل عمليه اكسكريشن للماده المشعه من الكليه نتيجه ان دي كليه سليمه بتاخد الماده المشعه وتخرجها، البلاد سبلاي اللي داخل لها كفء، بتقدر تاخد بلاد وتخرج بلاد، وعمليه او كفاءه هذه الكليه سليمه. الكليه اللي كفاءتها مش ايديال، هتلاقي ان الماده المشعه ممكن ما تدخلهاش اصلا، او لو دخلت اليها ما تخرجش منها بنفس الريت بتاع الكليه الطبيعيه. فاقدر عن طريق الدايجنوستيك ريديو فارماسيوتيكال ان انا احصل على ايمج توضح لي كفاءه الكليتين اخبارهم ايه. طيب برضو بتستخدم في الحكم على كفاءه عضله القلب، تشخيص المايكاردين انفاركشن. البيشنت اللي عنده مايكاردين انفاركشن هقدر ان انا اشخصه باستخدام الاكس راي، ادي صورتين لبيشنت عنده مايكاردين انفاركشن، الصوره اللي على الشمال شخص نورمال والصوره اللي على اليمين لشخص عنده مايكارد انفاركشن. هل الاكس راي قادره انها توضح لي في مايكارد انفاركشن ولا لا، او نسبته قد ايه؟ انا مش شايف اي توضيح من الصور ديت. الماجنتيك ريزونانس ايمجنج هستخدم طابع الرنين المغناطيسي، هتلاقي الصوره اللي على الشمال البيشنت النورمال والصوره اللي على اليمين البيشنت اللي عنده مايكارد انفاركشن، مفيش اي فرق بين الصورتين. اما لو استخدمت الراديو فارماسيوتيكال هلاقي ان البيشنت اللي عنده هيلسي او عضله قلب شغاله بشكل كف، هلاقي ان زي ما انت شايف الدايره اللي على اليمين تحت، هلاقي ان في ابتيك للماده المشعه في كل انسجه القلب. اما الصوره الدايره اللي على اللي فوق هو البيشنت اللي عنده مايكارد انفاركشن، في جزء من عضله القلب ما حصلش فيه تركز للاشعاع نتيجه ان الجزء ده فيه انفاركشن. فبقدر عن طريق استخدام الدايجنوستيك ريدي فارماسيوتيكال ان انا افرق البيشنت الهيلث من البيشنت اللي عنده مايكارد انفاركشن، واحكم كذلك على نسبه هذا المايكارد انفاركشن. طيب كذلك ممكن استخدم الدايجنوستيك ريدي فارماسيوتيكال في البرين ايمجينج، وده بيكون مهم جدا للاطباء في ان هو يشخص نوع الديمنشيا اللي عند البيشنت. الديمنشيا ممكن تنتج من فاسكولار ديمنشيا او ممكن تنتج من الالزهايمر ديزيز. الفاسكولار ديمنشيا دي نتيجه ان الانسان لما بيتقدم في السن بتكون كفاءه الدوره الدمويه مش بتقل مع الوقت، وبناء عليه كفاءه وصول الدم للمخ بتقل شويه، وبناء عليه بيبدا البيشنت او الشخص يعاني من ضعف شويه في الذاكره او ان هو ينسى شويه. اما الالزهايمر ديزيز هو فقدان او ضعف الذاكره ناتج عن ترسب للاميلويد بروتين على انسجه المخ. طيب البيشنت راح للمريض للطبيب وهو عنده فقدان او ضعف الذاكره، الطبيب يقرر ازاي هل ضعف الذاكره ده ناتج عن فاسكولار ديمنشيا ولا ناتج عن الزهايمر ديزيز؟ خلي بالك ان التشخيص يفرق في بروتوكول العلاج. لو البيشنت عنده فاسكولار ديمنشيا هيعالج بادويه بتزود نشاط الدوره الدمويه للمخ، لو ضعف الذاكره ناتج عن الزهايمر ديزيز فده بروتوكول علاج تاني خالص. فيقدر ازاي الطبيب انه يشخص نوع الديمنشيا؟ يقدر باستخدام الدايجنوستيك راديو فارماسيوتيكال لما تتحقن وبتكون ليها تارجت اورجان في او تارجتنج للبرين، اقدر احصل على ايمج
الايمج دي توضح لي هل الديمنشيا دي فاسكولار ديمنشيا ولا الزهايمر ديمنشيا. زي ما انت شايف في الصورتين اللي قدامك دول، الصوره اللي فوق ما فيهاش تركز قوي للون البرتقاني اللي بيمثل ترسيب للاميلويد بروتين على انسجه المخ، اما الصوره اللي تحت فيها ترسيب عالي جدا للاميلويد بروتين، وده واضح فيه تركيز البؤر اللي لونها برتقاني. فيقدر الطبيب عن طريق مسح ذري واحد انه يقدر يحدد البيشنت ده عنده فاسكولار ديمنشيا ولا الزهايمر، وبناء عليه يقدر يعالجه بالاسلوب الصحيح. من ضمن التطبيقات المهمه جدا للدياجنوستيك راديو فارماسيوتيكال ان انا اقدر اعمل بيها تيومر ايمجينج بشكل كفء جدا. زي ما انت شايف الصوره اللي على الشمال بيشنت عنده، او الاربع صور دول لبيشنت عنده تيومر في الجزء من او بجوار الفقرات. الصوره اللي على الشمال اللي فوق خالص سي تي اشعه مقطعيه، انا مش قادر اشوف منها السايز ولا اللوكيشن بتاع التيومر بشكل محدد. الصوره اللي تحتها اللي هي الصوره اللي على الشمال تاني واحده، او الصوره على الشمال من تحت دي ماجنتيك ريزونانس ايمجينج، يعني باستخدام رنين مغناطيسي. الصورتين اللي على اليمين انت عملت كومباينيشن ما بين الاشعه المقطعيه مع راديو فارماسيوتيكال، فقدرت زي ما انت شايف كده في الصوره انك تحصل على صوره واضحه جدا لمكان التيومر والسايز بتاع التيومر. فاقدر عن طريق الدايجنوستيك راديو فارماسيوتيكال ان انا اعمل ديتكشن ودايجنوزيس اكيوريت جدا للتيومر. كذلك اقدر ان انا اعمل ايرلي ديتكشن للكانسر، ودي نقطه مهمه جدا جدا في علاج الكانسر. مشكله الكانسر ان بيتم تشخيصه في مراحل متاخره، وده بيسبب ان يخلي كفاءه العلاج ضعيفه جدا ونجاحه شبه ضعيف. كل ما اقدر اعمل ايرلي ديتكشن للكانسر كل ما اقدر اعالجه بشكل كفء. طيب مشكله السي تي او الام ار اي انه بيقدر يعمل ديتكشن للكانسر تيشو بعد لما الكانسر يحصل له بروجريشن ويبقى التيشو بتاع الكانسر كبير والسايز بتاعه ملحوظ بشكل مناسب انه يقدر السي تي او الام ار اي يقدر يشوفه. طيب اما الدياجنوستيك ريدي فارماسيوتيكال ده انا هحقن ماده مشعه هتمشي في الدم والتارجت اورجان بتاعها هو الكانسر سيلز، فاي كانسر سيل موجوده داخل الجسم هتاخد الماده المشعه وهيخرج من وهتبقى الماده المشعه مركزه جواها، والراديشن اللي هيطلع منها هقدر ان انا القطه من بره الجسم او اعمل له ديتكشن، واقدر اعمل ديتكشن للكانسر تو ذا سيلولار ليفل. مثال يوضح لنا الصوره اللي قدام حضراتكم دي، صوره لفيميل عندها 45 سنه. الفيميل دي راحت عملت ماموجرام على البريست. ماموجرام هو احد انواع الاشعه التشخيصيه اللي بتستخدم عشان تعمل ديتكشن للكانسر واشهر انواعه البريست كانسر. الصوره اللي على الشمال الفيميل عملت الماموجرام ما كانش فيه اي انديكيشن لوجود كانسر في البريست. نفس الفيميل دي عملت مسح ذري باستخدام دايجنوستيك راديو فارماسيوتيكال. بص كده الصورة اللي على اليمين، السهم الأصفر بيشاور على نقطة منورة في البريست، هذه النقطة هي بؤرة لبريست كانسر. قدرت إن أنا أعمل لها ايرلي ديتكشن باستخدام الدياجنوستيك ريدي فارماسيوتيكال، في حين إن الماموجرام ما قدرش إن هو يعملها ديتكشن لأن هي كانت لسه كانسر في بدايات تكوينه، فما كانش الكانسر تيشو وصل إن هو يكون فيزيبل ماس بالنسبة للماموجرام. طيب من ضمن الحاجات المهمه جدا في التيومر بالنسبه للراديو فارماسيوتيكال ان انا اقدر اعمل ايرلي ديتكشن للميتاستيزس. من خطوره بعض انواع الكانسر ما بتكونش في الكانسر نفسه لكن بتكون في الميتاستيزس اللي ناتج عن الكانسر. يعني مثلا اشهر انواع الكانسر في الفيميلز البريست كانسر، سهل ان عن طريق ممكن اقصى حاجه سيرجري يشيل البريست وخلاص يتخلص من الكانسر، لكن المشكله حدوث ميتاستيزس يعني انتشار للكانسر او الخلايا السرطانيه وانتقالها من البريست الى اماكن اخرى زي البون او زي الليفر او زي اللنج. طيب البيشنت اللي عنده بريست، الفيميل اللي عندها بريست كانسر، الطبيب علشان يعرف الكانسر ده انتشر في اماكن اخرى من الجسم ولا لا هيعمل ايه؟ تعالى كده نفكر لو استخدم الام ار اي او استخدم السي تي كوسيله عشان يعرف هل حصل ميتاستيزس ولا لا. طيب هيعمل سي تي على البونز، على الرجل ولا على الحوض ولا على الريبس، طيب ولا هيعمل ام ار اي على اللنج ولا ام ار اي على الليفر. معنى كده ان انا هعمل 10 اكس راي او اكتر من ام ار اي عشان اقدر اغطي الجسم كله. طيب تعالى بقى نستخدم الدياجنوستيك راديو فارماسيوتيكال بحقنه واحده تتحقن داخل البيشنت، يحصل
باي ديستريبيوشن للراديو فارماسيوتيكال داخل الجسم كله، ولوكاليزيشن في التارجت اورجان بتاعي، وساعتها بكون مستخدم راديو فارماسيوتيكال التارجت اورجان بتاعه هو الكانسر. اي بؤره فيها كانسر داخل الجسم هيحصل ابتيك للماده المشعه جواها، زي الصوره اللي انت شايفها قدامك ده. ده راجل 72 سنه كان عنده بروست كانسر، حصل ميتاستيزيس. بص بقى شايف النقط السوداء فين؟ في كل السكيلت البونز بتاعته تقريبا. البيشنت ده هل كان ممكن نعمل ديتكشن للميتاستيزيس اللي في كل الاماكن دي عن طريق الام ار اي او السي تي؟ مستحيل. لكن بالدياجنوستيك ريدي فارماسيوتيكال بحقنه واحده قدرنا نعرف اماكن الميتاستيزيس بتاعه هذا الكانسر. طيب من ضمن كذلك الادفانتج او اهميه الراديو فارماسيوتيكال في علاج التيومر، ان انا بقدر ان انا استخدمها في ان انا اعمل فولو اب للعلاج. مثلا تلاقي ان الطبيب اللي عنده كانسر الدكتور كتب له كيمو ثيرابي مثلا 10 جلسات، وبعد ما يخلص يقول له روح اعمل لي مسح ذري. ليه؟ عشان يشوف هو الاول كان عامل مسح ذري قبل ما يبدا الجلسات الكيمو ثيرابي، عارف حجم التيومر قد ايه، يديله 10 جلسات الكيمو سيرب، وبعد ما يخلص الجلسات يقول له اعمل لي مسح ذري تاني عشان يشوف السايز بتاع التيومر، هل اختفى تماما وكده خلاص يوقف الكيمو سيربي، ولا والله لسه محتاج اكمل تاني جلسات تاني. او مثلا الكيمو سيربي ده ما السايز بتاع التيومر لم يتاثر، يبقى البروتوكول او النوع الكيمو سيربي اللي الطبيب كان مستخدمه ما كانش افكتيف في علاج هذا النوع من الكانسر، فممكن يغير له البروتوكول بنوع اخر من الكيمو سيربي. فاقدر باستخدام الدياجنوستيك ريدي فارماسيوتيكال ان انا اعمل فولو اب للكانسر تريتمنت. من ضمن الاستخدامات المهمه جدا للدياجنوستيك ريدي فارماسيوتيكال ان انا اعمل ديتكشن للبكتيريا الانفكشن. كتير مثلا مننا بيروح يعمل عمليه زرع لسنان، او لا قدر الله حد مثلا عمل حادث ويحتاج ان هو مثلا يزرع مفصل. عمليه الزراعه بتاعه المفصل او زراعه الاسنان دي عملية لازم تتم under very highly sterile conditions، لأن ممكن يحصل bacterial infection في هذا الامبلانت سواء كان سنان أو مثلا مفصل. فالبكتيريال انفكشن ده يسبب inflammation في التيشوز المحيطة بهذا الامبلانت ويسبب مشاكل للبيشنت. ده نوع من أنواع الانفلاميشن اللي ممكن يحصل. لكن في نوع آخر من الانفلاميشن بيحصل بعد تركيب الاسنان او المفصل، والانفلاميشن ده بيكون انفلاميشن طبيعي نتيجه ان انت دخلت الجسم داخل الانسجه بتاعتك. الناس دايما اللي تزرع السنه يفضل حاسس بوجع في الفك نتيجه انك زارع حديده داخل الفك. الجسم كديفنس طبيعي بيبدا بيحصل انفلاميشن وتخرج انفلاميتو ميدييتورز في المكان ده. طيب البيشنت بعد ما عمل زراعه للضرس او زراعه للمفصل يروح للطبيب بعد اسبوع يقول له انا عندي وجع شديد جدا في المفصل او في المكان او في الفك. هل الانفلاميشن اللي حاصل ده سببه نورمال انفلاميشن كنتيجه طبيعيه لان انا دخلت جسم غريب داخل الجسم، ولا نتيجه ان حصل بكتيريال انفكشن في هذا الامبلانت؟ الطبيب مهم جدا انه يحدد هذا الانفلاميشن سببه بكتيريال انفكشن ولا نون بكتيريال انفلاميشن كمضاعفة طبيعية لعملية زراعة الضرس. لأن لو كان السبب هو بكتيريال انفكشن فببساطة ممكن أعالجه بأن أنا أدي البيشنت ده أنتيبيوتيك، كورس أنتيبيوتيك خلاص عالجت البكتيريال انفكشن. أما لو السبب هو انفلاميشن نتيجة أن حصل خطأ في العملية أو المفصل مش متركب كويس فعمل انفلاميشن شديد، ساعتها ممكن الطبيب يحتاج أنه يفتح الجرح تاني أو يعيد العملية تاني عشان يعيد تركيب هذا المفصل بشكل كفؤ. طب إزاي الطبيب يحدد هل انفلاميشن ده سببه بكتيريال انفكشن ولا سببه خطأ في عمليات التركيب؟ يقدر عن طريق استخدام الدياجنوستيك راديو فارماسيوتيكال، أنه يحقن راديو فارماسيوتيكال بيروح ل البكتيريال سيلز. يبقى هعمل راديو فارماسيوتيكال التارجت اورجان بتاعه هو البكتيريال سيلز واحقنه داخل المريض. لو حصل لوكاليزيشن للراديو فارماسيوتيكال داخل مكان زراعه المفصل، معنى كده ان في هنا بكتيريال انفكشن، في هنا تارجت راح له الراديو فارماسيوتيكال، يبقى هنا هعالج المريض ده عن طريق كورس انتيبيوتيك وخلاص على كده. اما لو ما حصلش لوكاليزيشن للراديو فارماسيوتيكال في مكان الانفلاميشن، معنى كده ان الانفلاميشن ده غير ناتج عن بكتيريال انفكشن، قد يكون ناتج عن خطا في عمليه الزراعه، وساعتها الدكتور ممكن يدخل بشكل اخر.
يبقى الراديو فارماسيوتيكال كان هو العين اللي خلت الطبيب يعمل تشخيص صح، وتشخيص صح يخليه يعمل علاج صحيح. طيب من ضمن الادفانتج او الاهميات بتاعت استخدام الراديو فارماسيوتيكال في التشخيص، ان انا اعمل لها سكريننج لبعض الامراض اللي الام ار اي والسي تي ما يقدروش يعملوا لها تشخيص، زي مثلا الالزهايمر ديزيز. اقدر عن طريق الدياجنوستيك راديو فارماسيوتيكال ان انا اتابع كفاءه العلاج اللي انا مستخدمه في علاج الالزهايمر، زي الثلاث صور اللي حضرتك شايفه قدامك دول. اول صوره على الشمال البيشنت كان عنده تركيز شديد جدا للاميلويد بروتين على البرين تيشوز، سبب الزهايمر ديزيز. مع بدايه العلاج يبدا تركيز الاميلويد بروتين اللي هو الجزء البرتقاني في الصوره ده يبدا يستجيب للعلاج ويقل شويه، ومع الوقت يبدا انه يقل بشكل كبير التركيز الاميلويد بروتين. اقدر اعمل فولو اب ازاي؟ عن طريق الدياجنوستيك راديو فارماسيوتيكال، هو اللي يقدر يديني صوره زي دي توضح لي تركيز الاميلويد بروتين على البرين تيشو. طيب تاني نوع من الراديو فارماسيوتيكالز هي الراديو فارماسيوتيكالز بقى اللي تستخدم للعلاج، ثيرابيوتيك راديو فارماسيوتيكالز، اللي هي راديو فارماسيوتيكال بيحتوي على ماده مشعه بتطلع راديشن عباره عن يا اما الفا بارتكلز يا اما البيتا بارتكلز. اول مثال هنتكلم مثلا عليه للثيرابيوتيك راديو فارماسيوتيكالز اللي بتطلع النيجاترونز او البيتا بارتكلز هو السيراسفير. السيراسفير ده عباره عن منتج بيستخدم في علاج الهيباتوسيلولار كارسينوما، بيحتوي على ماده مشعه هي الاتريوم 90. الاتريوم 90 ده نيجاترون اميتر بيطلع النيجاترونز. السيراسفير ببساطه فكره والايديا بتاعته جت ان الهيباتوسيلولار كارسينوما او الانسجه عموما بتاعه الليفر، البلاد سبلاي في الليفر بيجي من حاجه من اثنين، يا اما بيجي من الهيباتيك ارتري يا اما بيجي من الهيباتيك بورتال فين. النورمال تيشو بتاع الليفر البلاد سبلاي بتاعه بيجي له من الهيباتيك بورتال فين اللي هو الوريد البابي الكبدي. اما لو لا قدر الله حصل كانسر في الليفر، فالكانسر تيشو اللي في الليفر بياخد البلاد سبلاي بتاعه من الهيباتيك ارتري، وبناء عليه لو قدرنا نحقن حاجه في او ماده مدمره للتيومر داخل الهيباتيك ارتري، ساعتها الماده دي هتمشي مع البلاد سبلاي وتروح للكانسر تيشو فقط، ومش هتروح للنورمال ليفر تيشو، لان النورمال ليفر تيشو بياخد البلاد سبلاي بتاعه من حته ثانيه من الوريد البابي الكبدي او الهيباتيك بورتال فين. ففكره السيراسفير هي عباره عن نانو بارتكلز، السايز بتاعها تقريبا 20 ل 30 مايكرومتر، يعني تقريبا تلت الدايمتر بتاع شعر الانسان. الصوره اللي واضحه قدامك دي بتوضح لك الفرق في الدايمتر ما بين السيراسفير وما بين شعره الانسان. هذه النانو بارتكلز اللي بتحتوي على الاتريوم 90 اللي بيطلع نيجاترونز بيتم حقنها عن طريق الفخذ الشريان الفخذ اللي هو الفيمورال ارتري، فبيمشي السيراسفيرز مع البلاد سيركيليشن من الفيمورال ارتري تخش على الهيباتيك ارتري، ومن الهيباتيك ارتري تخش على الهيباتوسيلولار كارسينوما، وبكده اقدر ان انا اعمل لوكالايزد تريتمنت للهيباتوسيلولار كارسينوما باستخدام السيراسفير. مثال تاني للثيرابيوتيك ريدي فارماسيوتيكالز هو الزوفيجو. الزوفيجو ده منتج بيستخدم في يعني براند نيم موجود في السوق بيستخدم لعلاج البون كانسر. فكره الزوفيجو وفكره العمل بتاعته ان هو بيحتوي على عنصر الريديوم 223. الريديوم ده ايزوتوب بيطلع الفا بارتكلز. طيب ازاي الزوفيجو او الريديوم دوت لما بديه للبيشنت بيروح للبون كانسر؟ بيعرف منين ان في كانسر في البون فبيروح للبون كانسر؟ ازاي بيحصل تارجتنج؟ التارجتنج في الزوفيجو بيقوم على فكره مهمه جدا، ان عنصر الريديوم الجسم الانسان بيعامله زي ما بيعامل الكالسيوم بالظبط. يبقى انت الكالسيوم في جسم الانسان بيروح فين؟ بيروح على العظم. كذلك الريديوم لما يخش جوه جسم الانسان هيخش على العظم على طول. فلما احقن جسم الانسان بريديوم 223 هيروح على البون، والكانسر اللي موجود في البون بنتيجه الانقسام السريع لخلايا الكانسر بتكون شرهه جدا للكالسيوم، وبناء عليه هتاخد الكالسيوم بنسبه كبيره، وهتاخد الريديوم 223 بنسبه كبيره لان هي هتعامله نفس معامله الكالسيوم، وبناء عليه هيحصل لوكاليزيشن للزوفيجو
داخل الكانسر تيشو اللي موجوده في البون، وتبدا الالفا بارتكلز تطلع من الريديوم 223 وتدمر الخلايا السرطانيه اللي موجوده في الكانسر. زي ما انت شايف الصوره قدامك كده، الخلايا الزرقاء هي الكانسر تيشو، والخلايا الهيلسي اللي هي لونها احمر دي تمثل الهيلسي بون تيشو. هيحصل لوكاليزيشن للريديوم 223 في البون كانسر، ويبدا الالفا بارتكلز تدمر هذه الخلايا. طيب ازاي بيحصل التارجتنج بالنسبه للراديو فارماسيوتيكال سواء كانت دايجنوستيك او ثيرابيوتيك؟ ممكن يحصل التارجتنج بحاجه من اثنين، يا اما يحصل ريسبتور تارجتنج زي مثلا فكره اليود ما بيروح للثايرويد جلاند، او فكره ان انا لو استخدمت الجابابنتين وخليته يحصل اتاتشمنت ما بينه وما بين اليود، فالجابابنتين هيخلي اليود يروح على الجابابنتين ريسبتور اللي موجود في البرين. ده اكزامبل للريسبتور تارجتنج، وده يمثله الزوفيجو. زي ما قلنا الريديوم جسم الانسان بيعامل الكالسيوم، الكالسيوم الريسبتور بتاعه هو البونز، وبناء عليه الزوفيجو هيروح على البون. يا اما بيحصل حاجه اسمها الباسيف تارجتنج او فيزيكال تارجتنج. هنا التارجتنج مش قايم على نظريه الكي اند لوك ثيوري بتاعه الريسبتور، ولكن التارجتنج هنا قايم على مثلا زي ما حصل في السيروسفير. التارجتنج بتاع السيروسفير للهيباتوسيلولار كارسينوما قام على فيزيكال بروبرتي للكانسر اللي بيحصل في الليفر، ان الكانسر اللي بيحصل في الليفر البلاس سبلاي بتاعه بيجي له من الهيباتيك ارتري مش من الهيباتيك بورتال بين زي الهيلسي تيشوز بتاعه الليفر. اهميه الثيرابيوتيك راديو فارماسيوتيكالز، طبعا الثيرابيوتيك راديو فارماسيوتيكالز بتستخدم بشكل اساسي لعلاج الكانسر. طيب حد هيقول طب ما انا استخدم الكيمو ثيرابي، لما الكيمو ثيرابي موجود استخدم السيرجري. اهميه الثيرابيوتيك ريدي فارماسيوتيكال مقارنه مثلا بالكيمو ثيرابي ان التارجتنج بتاعها بيكون اكفأ بكتير جدا، بنتفادى السايد افكتس اللي ساعات بتكون هي سبب وفاه المريض. حاله الكيمو ثيرابي هي اللي بتدمر البيشنت في بعض الاحيان، والبيشنت يتوفاه الله بسبب الكيمو ثيرابي ومضاعفاته مش بسبب الكانسر. كذلك سعر الثيرابيوتيك ريدي فارماسيوتيكالز بيكون ارخص من الكيمو ثيرابي. رابع نقطه مهمه جدا، ان انا ممكن اعمل كومباينيشن ما بين الكيمو ثيرابي والراديو ثيرابي، فدي للبيشنت بروتوكولين للعلاج في حاجه واحده، بان انا استخدم الكيمو ثيرابي ان هو يكون التارجتنج ايجنت او الكارير بتاع الراديو ايزوتوب. يبقى الراديو فارماسيوتيكال هنا هيكون بيتكون من جزء الراديو اللي هو الماده المشعه اللي بتطلع الفا او بيتا بارتكلز، والفارماسيوتيكال بارت هنا اللي بيعمل تارجتنج هيكون عباره عن كيمو ثيرابي. يبقى انا كده اقدر ادي للبيشنت كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي في علاج واحد. من ضمن الابلكيشن مهم جدا للراديو اكتيفيتي هو استخدامها في البحث العلمي. احب دايما اسمي الراديشن في هذا التطبيق ان هي الانفيفو اي، هي العين بتاعه الدراسات الانفيفو. دايما كتير مننا ايا كان بقى مجال الابحاث، فارماكولوجي، فارماسيوتيكال كيمستري، فارماسيوتكس، او مجالات مختلفه للصيدله بالذات، بيكون مهم جدا. انا بعمل الانفيترو ستاديز بتاعتي على مثلا في الفارماسيوتيكال كيمستري بعمل سينسز لموليول جديد، او في الفارماسيوتكس بعمل دوسج فورم جديده. كل الانفيترو ستاديز سهل جدا ان انا اعملها. بنيجي نواجه مشكله في ان انا اعمل الانفيفو ستاديز، ان انا احقن المركب اللي انا عامل له سينسز جديد، او ان انا احقن الفورمولا الجديده داخل حيوانات التجارب واشوف البايو ديستريبيوشن. بنلجا لطرق زي الاتش بي ال سي، بنلجا لطرق زي ال سي ماس، بتكون مكلفه في ماديا، بتكون بتاخد وقت كبير ان انا اعمل عدد كبير من العينات، بتستهلك سولفنت كتير بالنسبه للاتش بي ال سي او ال سي ماس. ممكن استبدل ده كله باستخدام الراديو ليبلنج، او ان انا باستخدام الراديو اكتيفيتي ان انا اعمل اتاتشمنت للماده المشعه بمثلا الدوسج فورم اللي انا عايز ادرس البايو ديستريبيوشن بتاعها داخل المايس، او بالفارماسيوتيكال كومباوند اللي انا لسه عامل له كيميكال سينسز جديد، او مثلا بماده عايز اشوف الفارماكولوجيكال اكشن بتاعها، هعمل اتاتشمنت ما بينها وما بين الماده المشعه واحقنها داخل الاكسبيرمنتال انيمالز، وتحصل يتم توزيع الماده المشعه مع الماده اللي انا عايز ادرس البايو ديستريبيوشن بتاعها، واقدر عن طريق اللوكاليزيشن بتاع الماده المشعه في الديفرنت اورجانز اقدر اعمل ديتكشن لتركيز الماده اللي انا بدرسها داخل الديفرنت اورجانز داخل الجسم. كذلك اقدر
ان انا احصل على ديتكشن ليفل فيري اكيوريت تو مولوكولار ليفل، وده بيكون اكيوريسي عاليه جدا مقارنه بالال سي ماس او الاتش بي ال سي. كذلك بقدر ان انا طبعا لو اتيح ليا حاجه اسمها الجاما كاميرا، ان انا كاميرا اصور بيها الحيوان التجارب اللي انا مستخدمه، اقدر بان انا اتفادى الايرورز الناتج عن ان انا مثلا بعمل تجربه فبستخدم فيها اربعه انيمالز او اربعه مايس، وكل مايس بعمل له ديتكشن لتوزيع الماده بتاعتي جواه. لا، انا اقدر بمايس واحد احقنه بالماده بتاعتي واصوره بالجاما كاميرا عند تايم انترفلز مختلفه، اقدر اشوف تركيز او توزيع الماده بتاعتي داخل هذا المايس على مدار فتره زمنيه او اوقات مختلفه، وبكده بتفادى الايرور الناتج عن الانيمال تو انيمال فاريشن. الراديو فارماسي، الصيدله الاشعاعيه، هي عباره عن ايه ومين اللي بيمارس الصيدله الاشعاعيه واين تتم ممارسه هذه المهنه؟ الراديو فارماسي هي تخصص مسؤول عن تحضير الراديو فارماسيوتيكالز واجراء كواليتي كنترول ليها والتاكد من كفاءتها وفعاليتها قبل ما احقنها داخل البيشنت. الكارير دوت بيقوم بيه شخص اسمه الراديو فارماسيست. الراديو فارماسيست هو مش اي فارماسيست ومش اي واحد فاهم في الراديو، لا، هو شخص بروفيشنال معاه رخصه لمزاوله هذه او لمزاوله هذا التخصص. هذه الرخصه بيحصل عليها من لوكال ايجنسي زي هيئه الطاقه الذريه عندنا في مصر، هي اللي بتدي الترخيص لاستخدام المواد المشعه. مش اي شخص يقدر يستخدم ماده مشعه سواء في المستشفيات اللي فيها طب نووي او في الابحاث، لا، لازم شخص يكون معاه لايسنس عشان يقدر معاه تصريح انه يستخدم المواد المشعه. طيب مين في الطاقم الطبي اللي يقوم بهذا الدور؟ هل الطبيب مثلا اللي درس راديشن هو اللي يقوم بدور الراديو فارماسي، ولا مثلا النيرس اللي درست راديشن؟ لا، اللي بيقوم بهذا الدور لازم الراديو فارماسيست، والراديو فارماسيست من اسمه كده واحد فاهم في الراديشن وفاهم في الصيدله. مش اي حد فاهم راديشن يقدر يشتغل كراديو فارماسيست، ولا اي صيدلي يقدر يبقى راديو فارماسيست، لازم يكون دارس التخصصين. طب ليه دارس التخصصين؟ اول حاجه لازم يكون دارس راديشن عشان يعرف البيزكس بتاعه الراديشن، يعرف يعني ايه ماده مشعه، يعرف يعني ايه ماده مشعه بتطلع الفا وماده مشعه بتطلع بيتا، يعني ايه، ازاي اتعامل مع الماده المشعه، ازاي احافظ على السيفتي بتاعتي اثناء التعامل مع الماده المشعه، ايه هو الكواليتي كنترول اللي بتتعمل للمواد المشعه. يعني مثلا انا هعمل حقنه او كبسوله تحتوي على ماده مشعه، الكواليتي كنترول بتاع الكبسوله ده هل هو الكواليتي كنترول تيست بتاع الكبسولات العاديه، ولا في كواليتي كنترول تيست اخر خاص بالماده المشعه اللي موجوده جواها؟ مش هيفهم ده غير شخص فاهم يعني ايه راديشن ويعني ايه اقيس راديشن وايه انواع الراديشن. طيب كذلك لازم يكون فارماسيست. ليه فارماسيست؟ لان الفارماسيست هيكون فاهم التداخلات الدوائيه ما بين مكونات الراديو فارماسيوتيكال. احنا قلنا ان الراديو فارماسيوتيكال عباره عن راديو ايزوتوب وفارماسيوتيكال كومباوند. فارماسيوتيكال كومباوند ده ممكن يكون في بينه وبين الادويه اللي البيشنت بياخدها انتر اكشن. يعني نضرب مثال بسيط جدا، البيشنت اللي هيتحقن بالراديو فارماسيوتيكال اللي احنا شايفينه على يمين الصوره ده اللي هو الاتش دي دي، الاتش دي دي دوت عباره عن راديو فارماسيوتيكال بيستخدم في البون ايمجنج عشان اصور البون كانسر. لو البيشنت اللي هيستخدم هذا الاتش دي دي عشان يعمل بون ايمجنج كان بياخد دواء فوزاماكس اللي موجود في الصيدليات عشان هشاشه العظام، البيشنت ده لو بياخد فوزاماكس وراح يعمل مسح ذري باستخدام الاتش دي دي هحصل على فولس نيجاتيف ريزلت. يعني ايه؟ يعني البيشنت ده ممكن يكون عنده كانسر في البون ويستخدم الاتش دي بي والصوره اللي طالعه عندي تقول لي ان البيشنت ده ما عندوش كانسر. ليه؟ نتيجه ان في كومبيتيشن ما بين المادة الفعالة بتاعة الفوزاماكس وبين الـ HDB على الريسبتورز اللي موجودة في البون. نتيجة البيشنت ده بياخد فوزاماكس كجرعات مستمرة فقافل الريسبتور، عامل ساتوريشن للريسبتور، فلما اجي احقنه بالـ HDB، الـ HDB مش هيلاقي ريسبتور فاضي يمسك فيه، وبناء عليه هحصل على فولس نيجاتيف ريزلت. البيشنت يقوم الطبيب يقول البيشنت ده ما عندوش اي كانسر في البون، في حين ان البيشنت عنده كانسر في البون، لكن نتيجه التداخل الدوائي ما بين الفوزاماكس وبين الاتش دي بي ما قدرش يحصل على صوره مظبوطه. مين هيعمل اناليسيز للنتيجه ديت ويقول خلي بالك يا دكتور يا طبيب يا اللي عملت مسح ذري
مش هتحصل على صوره حقيقيه للبول كانسر، نتيجه ان البيشنت بياخد دواء متداخل معاه مش هيقدر يعرف المعلومه دي غير صيدلي. عشان كده اللي اشتغل في الراديو فارماسي المفروض يكون صيدلي. طيب مثال لتداخل تاني، البيشنت اللي هيتحقن بتكنيسيوم بايروفوسفيت، بايروفوسفيت دوت بيستخدم علشان اعمل ديتكشن للمايوكارديان انفاركشن، عايز اشخص عضله القلب بتاعت البيشنت دي كفائتها قد ايه باستخدام المسح الذري. طيب كتير من البيشنت لما يجي يتحقن بحاجه في الوريد احيانا بنستخدم كانيولا بيكون فيها هيبارين، بسميها هيبارينايزد كاثيتر، علشان الكانيولا ساعات بتعمل تجلط للدم والكانيولا تتسد، فبقوا دلوقتي يستخدموا كانيولا فيها هيبارين علشان يمنع اي تجلط في الكانيولا. لو انا حقنت التكنيسيوم بايروفوسفيت من خلال كانيولا فيها هيبارين، البيشنت هيحصل توزيع للماده المشعه جوه جسمه، لكن مش هحصل على صوره اكيوريت 100%. ليه؟ نتيجه ان الهيبارين بيتداخل مع التكنيسيوم بايروفوسفيت وبيزود الرينال كليرانس دي، معنى كده ان مش هيحصل لي لوكاليزيشن بشكل كف للماده المشعه داخل الهارت، نتيجه ان الجسم بقى بالبلدي كده بيطلع الماده المشعه بسرعه خارج الجسم، فما بتلحقش تقعد داخل التارجت اورجان فتره كافيه عشان احصل على صوره دقيقه لعضله القلب. مين هيقدر يعرف التداخل ده؟ اللي يقدر يعرفه هو الصيدلي. علشان كده لازم اللي يشتغل في هذا المجال يكون شخص فاهم يعني ايه راديشن، والصيدلي دارس اساسيات الصيدله ويقدر يعرف التداخلات الدوائيه، بلس انه يقدر يعرف ايه هي الاسيبتك كونديشنز بتاعه الفورميوليشن بتاع الراديو فارماسيوتيكال. انا هكون ماده هتحقن داخل جسم المريض ومش هتعدي على اوتوكلاف عشان اعمل لها ستيرلايزيشن. الحقن اللي بنصنعها حقن العضل او حقن الوريد بتصنع في المصنع، وبعد ما تصنع بتتعرض لستيرلايزيشن بروسيس. اما الراديو فارماسيوتيكال انت بتصنعه بتجي لك الفايل سترايل وانت المفروض بتحقن جواها الماده المشعه، ده كله لازم يتم في سترايل كونديشنز. مين يفهم الاسيبتك كونديشنز ديت بشكل صحيح؟ صيدلي هو اللي يفهم الكلام دوت. طيب فين بيتم ممارسه هذه المهنه؟ بيتم ممارسه هذه المهنه داخل حجره اسمها الراديو فارماسي. الراديو فارماسي دي غرفه مجهزه باجهزه مناسبه للاستخدام او مناسبه علشان اقدر اعمل الوظيفه بتاعت الراديو فارماسيست. طيب هذه الغرفه دي طبعا بيكون ليها انستوليشن بشكل معين، بتكون الجدران بتاعتها والارضيه بتاعتها مصممه بشكل معين، ما ينفعش استخدم ارضيه سيراميك عشان لا قدر الله لو وقعت ماده مشعه ما يحصلش تلوث او انتشار او ترسيب للماده المشعه بين فواصل السيراميك، لازم الارضيه بتاعتها تكون مغطاه بطبقه معينه بتمنع ان هي تتشرب اي سوائل تقع عليها، لازم بيكون فيها نظام تهويه معين، لازم بيكون فيها اجهزه معينه بتستخدم في وظيفه الراديو فارماس. ايه الاجهزه ديت؟ اول جهاز هو الدوس كاليبريتور. ببساطه هو جهاز بيقدر يقول لي الجرعه اللي موجوده في السيرنج اللي انا هحقنها في المريض فيها قد ايه اشعاع. طيب ليه مهم اعرف الجرعه؟ لان والله علشان اصور البيشنت واحصل على صوره قويه او واضحه يبقى لازم البيشنت يتحقن مثلا بمقدار معين من الراديو اكتيفيتي، لو المقدار ده كان اقل من المطلوب معنى كده ان انا احصل على صوره كفائتها ضعيفه، لو المقدار ده اعلى من المطلوب معنى كده ان انا اعرض البيشنت لجرعه اشعاعيه عاليه ممكن تاذيه. ونفس الكونسبت في استخدام الراديشن في العلاج، انا عشان ادمر الكانسر اللي موجود في الثايرويد اللي حجمه كذا محتاج احقن البيشنت اشعاع مقداره كذا، لو اديت جرعه اشعاعيه اقل مش هموت كل الكانسر، لو اديت جرعه اشعاعيه اعلى هعرض الخلايا الاخرى الصحيحه للبيشنت لمخاطر الاشعاع. طيب تاني حاجه هو جهاز اسمه الجاما كاونتر، ده جهاز بيستخدم في عمليه الكواليتي كنترول للراديو فارماسيوتيكال. الراديو فارماسيوتيكال بعد ما اجهزه بعمل له خطوات من الكواليتي كنترول، بستخدم فيها اجهزه، من ضمن الاجهزه دي هو جهاز اسمه الجاما كاونتر. طيب الراديو فارماسيوتيكالز دي بتتحضر فين؟ هل الصيدلي هيمسك الماده المشعه بايده وتبقى جنب جسمه وجنب عينيه والاشعاع يخرج منها ويصطدم بخلايا وانسجه جسمه ويعرضه للمخاطر؟ لا، لازم يتم عمليه الكومباوند دي، الكومباوندنج ديت داخل ما يسمى الشيلد جلاف بوكس، هو عباره عن جلاف بوكس مطعم بالرصاص
علشان الرصاص بيكون شيلد او حاجز يمنع وصول الراديو اكتيفيتي لجسم الراديو فارماسيست، بحيث ان انا احافظ برضو على الراديو فارماسيست ما اضروش. كذلك مهم ان يكون داخل الراديو فارماسي اللامينر فلو هود. اللامينر فلو طبعا في قسم المايكرو او دارسين مايكروبيولوجي عارفين اهميه اللامينر فلو، هو زي تشامبر كده بيتم داخله عمليه الاسيبتيك كومباوندنج ليه الكيتس. لو انت عايز تحط مثلا تعمل ديزولفنج الماده معينه في سترايل كونديشنز، فانت بتعمل ده داخل اللامينر فلو هود، لان بيكون الاير فلو جواه مصمم بشكل معين بحيث انه يمنع اي مايكرو اورجانيزم موجوده في الجو انها تدخل داخل التشامبر ده، او اي مايكرو اورجانيزم موجوده على الملابس بتاعتك انها تدخل داخل هذا التشامبر، وبناء عليه احافظ على الاسيبتيك كومباوندنج كونديشنز. كذلك بيكون في سيرفي ميتر، وده جهاز بيستخدم علشان لا قدر الله لو حصل اي انسكاب للماده المشعه اقدر اعمل ديتكشن بيها، لان الماده المشعه لا بتنور ولا بتطلع صوت. فلو في ماده مشعه وقعت على ايدي انا مش هشوفها ومش هحس بيها، فاللي يقول لي هل انا حصل تلوث لايديا بماده مشعه ولا لا، هو ديتكتور بيقول لي في ماده مشعه على ايديا او على جسمي ولا لا. الديتكتور ده هو السيرفي ميتر. طيب الراديو فارماسي وانت داخل تشتغل جواها، هل بتلبس تيشيرت وبنطلون ولا بتلبس بالطو عادي؟ لا، انت بقى ليك لبس محدد. اللبس ده زي ما انتم شايفين قدامكم الصوره، اللبس ده الصوره دي من ارض الواقع، زميل لينا في هيئه الطاقه الذريه، ده اللبس اللي بيكون لابسينه. بتكون لابس جلافز، بتكون لابس اوفر شوز، بتكون لابس اوفر هيد، بتكون لابس زي ديسبوسابل كفرول بيغطيك كلك من ساسك لراسك كده بالبلدي زي ما بنقول، وبيكون لابسين عليها كمان هذا الشيء اللي لونه ازرق، ده بيكون عباره عن زي غطاء مطعم بالرصاص عشان يحمي انسجه جسمنا من مخاطر الاشعاع. الراديو فارماسي في مصر موضعها ايه وازاي في الراديو فارماسي؟ ده من ضمن طبعا التوبكس اللي لا يتسع المقام ان احنا نغطيها في المحاضره، زي توبكس اخرى زي مثلا الشارت اوف راديو نيوكليايدز، وايه فرق بينه وبين البريودك تيبل او الجدول الدوري. الراديو فارماسي في مصر هي فين واقدر اتخصص فيها ازاي، واحتاج ايه علشان اشتغل في هذه الوظيفه. راديشن بروتكشن، ازاي احمي نفسي من الاشعاع، ازاي بنقيس الراديشن وازاي اقيس الجرعه الاشعاعيه اللي انا واخدها، ازاي بننتج الماده المشعه وفين بننتج هذه المواد المشعه، ايه الكواليتي كنترول اللي بتعمل للراديو فارماسيوتيكالز، ازاي اعمل ديزاين للراديو فارماسيوتيكال للتشخيص او العلاج. دي كلها طبعا توبكس لا يتسع المقال لذكرها. كل التوبكس دي كانت بتدرس في كليه الصيدله جامعه سينا في كورس الراديو فارماسيوتيكالز. طبعا كان عن خلال 12 محاضره، فصعب جدا ان احنا نغطي كل التوبكس ديت في ساعه او ساعتين. بعتذر لو كنت اطلت عليكم، للاسف ضيق الوقت ما يسمحليش ان انا اوفي كل نقط حقها، فبعتذر لو كان في اي نقطه ما اقدرش ان انا اوفيها حقها في الشرح، او ما اقدرش اوصل المعلومه بشكل كويس. واتمنى تكون المحاضره افادتكم، وفي انتظار اي اسئله من حضراتكم. شكرا دكتور حسن على المحاضره الشيقه جدا. عفوا دكتور. احنا كان معانا برضو دكاتره الاطراف المجتمعيه، دكتوره وجيده ودكتور حازم، بس هم خرجوا يعني تقريبا النت عندهم خرج يعني، فالمحاضره يعني اكيد عجبتهم التايتل فدخلوا يعني. ومعانا برضو دكاتره من جنات الازهر، معانا دكاتره كتير اهو ترمدين كلهم. لو حد عايز يسال بقى، ومعانا طلبه برضو عايزين يسالوا دكتور حسن مثلا على طبيعه الشغل اي سؤال او كده، اتفضل. اتفضلوا يعني. لو عايزين تسالوا على طبيعه الشغل في الطاقه الذريه الناس اللي ما راحتش تدريب يعني، وفي دلوقتي متاح تريننج في الاجازه، اللي عايز يقدم يروح على الاستاذه شيماء مديره مكتب العميده ويسجل، يبقى يديها صوره البطاقه، وان شاء الله عشان يتم ترشيحه للاجازه انه يروح لمده اسبوع الطاقه الذريه. لو عايزين تسالوا بقى طبيعه الشغل ايه وكده ممكن تسالوا، اتفضلوا. واعتقد دكتور ضحى محتاجه انك تفتح المايكات للناس. هو ممكن يفتحوا نفسهم. طيب، لان انا يعني هيبقى صعب ان انا اجيب المسجز، فممكن نفتح المجال للمايك بحيث ممكن ارارك سؤال. هو بيقول لك ازاي بنحسب الدوز بتاعه اي علاج راديو؟ تمام. لان هو كتب بالعربي، لان الدوز بتكون حاجه صغيره جدا وبتكون مناطق حساسه جدا في الجسم.
تمام. ده عمرو محمد. طيب طبعا الدوز بتختلف حسب بارامترز كتيره، اهمها طبعا سن المريض ومكان التيومر والسايز بتاع التيومر. تمام، ده اللي بيحدد من خلاله الطبيب المعالج الجرعه الاشعاعيه اللي مطلوبه انها تتحقن في المريض، والراديو فارماسيست بيتم تجهيز بيقوم بتجهيز الجرعه اللي بيديله الاوردر بيها الفيزيشن. الجرعه دي لا مش لازم تكون حاجه بسيطه، هي يعني ما بتبقاش حاجه يعني، طبعا عشان ما اتكلمتش في وحدات قياس الاشعاع فمش قادر ان انا اوصل المعلومه بشكل كفء، لكن هي لا ما بتبقاش ارقام صغيره ولا حاجات تريسز. هو ممكن يكون الفوليوم اللي بيتحقن جوه المريض فوليوم صغير 1 مللي كفوليوم المحلول، لكن ال1 مللي ده ممكن يحتوي على كميه ماده مشعه مثلا هنقول مقدارها 1000، او ممكن يحتوي على ماده مشعه مقدارها 500. ده بيعتمد على الكيس والحجم التيومر والسايز بتاعه، فدي لا يعني دي حاجه بتتحسب وبيكون ليها اجهزه بنقدر نقيس بيها كميه الاشعاع اللي موجود في كل 1 مللي من الماده المشعه. سؤال يعني من ذلك كنت اعتبر انكم مصنع الدواء يعني بتصنعوا دواء بس حاجات راديو كده، انتوا تحت رقابه ايه يعني؟ مثلا تطلعوا منتج زي ايه دواء مثلا يبقى له منتج له اسم ممكن بعد كده بيحصل له كواليتي ويتحلل في مثلا فئات الدواء زي ما بيحصل مع الادويه الثانيه، ولا لكم كنترول مع نفسكم؟ تمام. طيب هو اولا احنا هيئه الطاقه الذريه احنا بنتبع وزاره الكهرباء والطاقه. تمام، هيئه الطاقه الذريه احنا فيها مصنع انتاج النظائر المشعه. حضراتكم لو اي حد كتب على اليوتيوب مصنع النظائر المشعه بانشاص هيجي له فيديوهات كتير توضح له المصنع ده عباره عن ايه وبينتج ايه. احنا بننتج الماده المشعه نفسها الراديو اكتيف ماتيريال. طبعا دي نقطه ما اتكلمش فيها، الراديو فارماسيوتيكال بيروح المستشفيات في شكل ايه؟ بيروح في شكل كيتس زي مثلا حقن المضاد الحيوي اللي احنا بتكون موجوده في الصيدليات. حقنه ما فيهاش اي ماده مشعه خالص، دي بسميها الكولد كيت. دي فيها الفارماسيوتيكال كومباوند اللي هيعمل تارجتنج للتارجت اورجان، فيها المكونات الاخرى اللي بتكون موجوده جوه الفايل زي مثلا بافر او اي مكونات اخرى بتضاف جواها، وده بيجي له من مثلا الجهه اللي بتنتج الكولد كيت. كل ده ما فيهوش اي ماده مشعه خالص حتى الان. طيب بنجيب بقى الماده المشعه منين؟ بيجيبها من هيئه الطاقه الذريه عندنا في انشاص، بتروح له في صوره ليكويد. زي ما انت في الصيدليه لما بيشنت بيجي لك يقول لك عايز اخد حقن مضاد حيوي، فانت بتجيب البودره اللي هي فايل وتكسر المذيب وتحطه داخل الفايل وترج عشان تكون سوليوشن. هو ده اللي بيحصل في الراديو فارماسيوتيكال، بيجي له الكولد كيت من مكان واحنا بنوفر له الليكويد اللي هيدوب الكولد كيت. هذا الليكويد ما بيبقاش ميه، لا ده بيبقى ماده مشعه، فبيحط الماده المشعه على الكولد كيت يتكون عنده سوليوشن ريكتو اكتيف يحتوي على الراديو فارماسيوتيكال بيتحقن داخل البيشنت. الراديو اكتيف ماتيريال دي احنا بننتجها في مصنع انتاج نظائر مشعه، بننتج حاجه اسمها التكنيسيوم 99 ام، ده بيستخدم في التشخيص او في المسح الذري. بننتج اليود 131، ده بيستخدم في التشخيص والعلاج للثايرويد كانسر او يستخدم في تحضير راديو فارماسيوتيكالز. بننتج كذلك ايزوتوبس ثانيه بتستخدم في مجال الصناعه زي مثلا الايريديوم، ده بيستخدم في الكشف عن الحماد بتاعه المواسير تصدير الغاز. يعني مثلا مصر بتصدر مثلا الغاز لاي دوله، ماسوره الغاز دي بتبقى مثلا طولها بالاف الكيلومترات، مفيش ماسوره غاز بتتعمل بالطول ده مره واحده، هي بتكون قطع من المواسير ملحومه في بعض. اللحامات ديت لازم تكون كلها كفء والافشنسي بتاعتها 100%، لو ان اي تسريب في اللحام ممكن يسبب مشكله. فبيكشف ازاي على كفاءه اللحام؟ بيكشف عن طريق يحط ماده مشعه ويشوف الراديشن اللي طالع عند الاماكن المختلفه بتاعه اللحام، هل جرعه الاشعاع او كميه الراديشن اللي طالعه متساويه يبقى كده كفاءه اللحام كلها واحده، ولا في نقطه بيطلع منها راديشن اعلى معنى كده ان كفاءه اللحام هنا اقل. فاحنا بننتج كذلك هذا النوع من النظائر المشعه اللي بيستخدم في الصناعه. ايه تاني يا دكتوره بحر؟ يعني بقول لك الكواليتي كنترول بتتم فين؟ يعني بيتم داخل المصنع، بيتم داخل مصنع النظائر المشعه عندنا. ما عندكوش كواليتي خارجيه. اصل الكواليتي، بص يا فندم، احنا لما جينا ننشئ المصنع ده وناخد ترخيص نخرج منه منتج واجهنا مشكله مع وزاره الصحه. انا هطلع منتج، المنتج ده لازم وزاره الصحه تعمل عليه كواليتي كنترول، صح؟ وزاره الصحه ما عندهاش كوادر عندها علم بالتعامل مع الماده المشعه.
بناء عليه عشان الدنيا تتحل او يتم معالجه هذه المشكله. جه تيم من وزاره الصحه لهيئه الطاقه الذريه عندنا، خد تدريب على ايد زمايلنا عن التعامل مع المواد المشعه والقبض الجوده ليها، علشان يقدروا ان هم يبقوا يجوا يفتشوا على المصنع عندنا. لكن الكواليتي كنترول بيتم عندنا داخل المصنع، زي مثلا اي مصنع ادويه بينتج كبسولات بيعمل رقابه الجوده جواه. لكن مصانع الادويه في هيئه الرقابه الدوائيه بتيجي تاخد عينات وتفتشها، صح كده، او تعمل لها اناليسيس. لا، هو في كواليتي جواه عندهم، بعد كده بيطلعوا المنتج بيودوه عندهم في معاملهم بيحللوها بناء عليه يدوا السيرتيفيكت. تمام، هو نفس السيكونس، بس احنا عشان السيكونس ده يمشي او يبقى مظبوط، ونتيجه ان هيئه الرقابه الدوائيه ما عندهاش علم، او الناس اللي شغاله هناك ما عندهاش درايه كامله بيعني ايه راديو اكتيفيتي، فجم او المكان ده مش مجهز برضه، المكان مش مجهز للاشعاع، يعني تعامل مع الحالات الراديو ده اكيد. بس عشان نحصل على ترخيص المصنع في الاول، عشان يديني ترخيص المصنع كان لازم يفهم الاول يعني ايه راديشن، ونعمل برودكت او برودكت فايل. فعشان نعمل كل الكلام ده جه تيم من هيئه الرقابه الدوائيه لهيئه الطاقه الذريه، خد تدريب عندنا علشان تستقيم الامور يعني ويطلع المنتج بتاعنا. اي اسئله ثانيه يا فندم؟ هو في واحد كتب، في دكتور احمد قال لي يا دكتور لما بعالج مثلا ورم في المخ بالاشعاع، الاشعاع هيعدي على الجلد وعظم، مش ده ممكن يؤدي تلف في الانسجه دي؟ سؤال جميل. انا دلوقتي لو هعالج مثلا الكانسر اللي في البرين، ممكن اعالجه بالاشعاع بحاجه من اتنين، يا اما احقنه بماده مشعه تمشي جوه الجسم وتوصل للكانسر اللي في البرين، ساعتها انا بعتمد على عمليه التارجتنج علشان اخلي الابتيك بتاعه الماده المشعه في باقي الانسجه ابتيك ضعيف. يعني مثلا هخلي اليود المشع ده يمسك في الجبابنتين، فالجبابنتين التارجت بتاعه في الجسم ايه؟ البرين، فهياخد الماده المشعه يوديها البرين، على ما يوصل للبرين هيعدي في البلاد فيزلز وهيعدي على بعض الانسجه، لكن دي مش التارجت اورجان بتاعه، فالجرعه اللي هتاخدها الانسجه دي مش هتبقى جرعه كبيره، مش هتبقى جرعه مدمره. لكن لما يحصل لوكاليزيشن بقى في البرين في التارجت اورجان، لا هنا هيحصل تركيز للاشعاع في هذا المكان، وبناء عليه هيحصل تدمير لهذا الكانسر تيشو. يبقى ده اول طريق لو انا استخدمت الراديو فارماسوتيكا، يعني حقنت الماده المشعه داخل الجسم. طب البروتوكول الثاني، لا انا هخلي مصدر الاشعاع خارج الجسم، مش هحقنه جوه الجسم، واعتمد على ان الاشعه او الراديشن اللي طالع منه تكون الانرجي بتاعتها عاليه جدا وتوصل لجوه الجسم وتدمر الكانسر تيشو، زي فكره الجاما نايف اللي شرحناها. طيب الاشعه دي وهي معديه من عظم الجمجوه، معديه من انسجه البرين السليمه، هتاذيها ازاي؟ هسيبها تتاذي ومع الكانسر تيشو؟ الفكره بتكون ان انا بحط زي ست مصادر مشعه حوالين البرين بتاع البيشنت، كل مصدر منهم هيطلع لي جاما ري في اتجاه واحد، يبقى انا عندي ستة جاما ريز بيخشوا لي المخ. الستة جاما ريز دول جايين من اتجاهات مختلفة، هيلتقوا فين؟ هيلتقوا في التيشو اللي فيه كانسر اللي في البرين. يبقى كل هيلسي تيشو للبرين هيعدي من خلاله 1 جاما ري، لكن الستة جاما ري هيلتقوا فين؟ هيلتقوا في البرين كانسر. يبقى البرين كانسر هو اللي هيتجمع فيه 6 جاما ريز، فهيحصل فيه ديستركتيف افكت عالي جدا. اما الهيلسي تيشوز، كل هيلسي تيشو هيعدي من خلاله او اي جزء في البرين هيتعرض ل 1 جاما راديشن، فهيبقى فيه ضرر، لكن الضرر ده مش هيكون عالي لدرجه ان هو يدمر الهيلسي تيشوز بتاعه البرين. اتمنى كده اكون وضحت الاجابه. تمام دكتور اسال برضو، ايه الفرق بين الشغل في الطاقه الذريه اللي في مدينه نصر وبين الموجود في انشاص؟ طيب هيئه الطاقه الذريه هيئه كبيره ليها اكتر من مركز، المدينه نصر هو الاداره وفيها مركزين، مركز اسمه مركز تكنولوجيا الاشعاع ومركز اسمه مركز او صاله التشعيع. صاله التشعيع دي بتستخدم في عمليه الاستريلايزيشن للبرودكت اللي جوه مصر او هتصدر، زي السرنجات، زي المحاصيل الزراعيه اللي هنصدرها لبره لازم تبقى استرايل، فيحصل لها استريلايزيشن بالجاما بعمليه جاما الراديشن. طيب اللي في انشاص بقى في المفاعلات الذريه، احنا عندنا اثنين مفاعل ذري، وفي مصنع انتاج النظريه المشعه، في السيكلوترون، في مصنع انتاج الوقود. فكل ما هو في مدينه نصر الاشعاع اللي فيه فقط هو صاله التشعيع الجامي اللي هو بيستخدم في عمليه الاستريليزيشن، اما انتاج المواد المشعه
وابحاث التحضير الراديو فارماسيوتيكالز في القسم مثلا كنت شغال فيه في طاقه ذريه قسم المركبات المرقمه اللي بيتم فيه ابحاث الراديو ليبلنج وتحضير الراديو فارماسيوتيكالز. ده كله موجود في انشاص لان انشاص فيها المفاعلات الذريه اللي بيتم من خلالها انتاج المواد المشعه. ده طبعا توبيك ما اتكلمناش فيه اللي هو ازاي بيتم انتاج المواد المشعه. ممكن انتجها في حاجه اسمها المفاعل الذري، ممكن انتجها في حاجه اسمها السيكلوترون، فده كله موجود في انشاص. ايه تاني يا دكتور؟ هو في سؤال من عمرو محمد، قال الكواليتي كنترول تضمن ايه؟ تضمن الدواء والهاد لايف برضو حساب الفتره اللي هيكون فيها الدواء جايد، ولا هي بتكون ليها افكتيف ثابته؟ مش عارفه معنى سؤال ايه. طيب لو هو بيسال عن الكواليتي كنترول، فالكواليتي كنترول بتاع الراديو فارماسي. انا اسف، سامعني يا دكتور؟ اتفضل. اتفضل. وانا كنت بسال بس على بالنسبه للكواليتي كنترول كنت حضرتك بتتكلم عنها، طب هو ليها بيكون ليها جايد لاين نازله ثابته؟ يعني مثلا الهاف لايف بتاع الدواء، لو مثلا الراديو ايزوتوب بتاعنا اللي احنا مستخدمينه في الدواء بيفضل فيه حصل ديكي مثلا او حاجه، فالدواء ممكن يفضل افكتيف قد ايه، ولا هي بيكون ليها جايد لاين ثابته دايما يعني مثلا؟ طيب هو اولا الكواليتي كنترول بتاع الراديو فارماسيوتيكالز ده ليه ستاندردز موجوده في الفارماكوبيه، سواء البريتش فارماكوبيا او اليونايتد ستيت فارماكوبيا، فدي حاجه يعني معلومه، والوكاله الدوليه للطاقه الذريه كمان بتحط السيرتيفيكتس بتاعتها، فاحنا لينا جايد لاينز ماشيين عليها زيها زي اي فارماسيوتيكال كومباوند عادي. دي اولا. تاني حاجه بالنسبه لي الهاف لايف، الهاف لايف هي بتتحسب بقوانين بعمليه حسابيه سهله جدا، بنقيس كميه الماده المشعه اللي موجوده في ايديا حاليا، واقدر بقوانين بسيطه وبمعلوميه الهاف لايف اللي مختلفه من ماده مشعه للثانيه ان انا اعرف والله كميه الماده المشعه او الاشعاع اللي موجود في ايدي دلوقتي الساعه مثلا 10 بالليل كمان ساعتين هيبقى قد ايه، وبناء عليه المريض مثلا هيجي المستشفى الساعه 1 الظهر هيتحقن بماده مشعه بجرعه مثلا 500 مثلا، فانا الصبح مثلا الساعه 8 بعمل كومباوندنج او تجهيز للماده المشعه او للفارماسيوتيكال ريدي فارماسيوتيكال بتاعتي، بحط فيها كميه من المحلول المشع الاشعاع بتاعه يكون عالي بقدر معين، بحيث على ما تيجي الساعه 1 تبقى مقدار الاشعاع 500. ده بيتم ازاي؟ بكالكوليشن سهله جدا وبسيطه، وفي بعضكم درس معايا كورس ريدي فارماسيوتيكالز وعارف ده بيتعمل ازاي بعمليه حسابيه، فموضوع سهل مش صعب او ما فيش فيه مشكله. يعني الماده التركيز بتاع الماده في الدواء مثلا بيفرق مثلا من هاف لايف لهاف لايف تاني، ولا هو الراديو ايزوتوب هو خلاص الهاف لايف بتاعته ثابته يعني تركيزه مثلا واحد هو زي تركيزه 10 زي تركيز اي حاجه تانيه، ولا هو بيتغير؟ لا طبعا عشان نوصل لاجابتك صح خليك مهم تفهم نقطه معينه. الهاف لايف بتاعت الماده المشعه مقصود بيها ايه؟ لو انا عندي ماده مشعه مقدار الاشعاع اللي طالع منها 1000، لما يعدي عليها هاف لايف هيبقى ال 1000 دي 500، ولما تعدي هاف لايف ثانيه ال 500 هتبقى 250، وبعد كده ال 250 تبقى 125. انا عايز احقن البيشنت براديشن مقداره قد ايه؟ لو عايز احقنه براديشن مقداره 250، يبقى انا لو مثلا محضر الماده المشعه او الراديو فارماسيوتيكال وحاطط فيه اشعاع مقداره 1000، يبقى لازم استنى اول هاف لايف عشان ال1000 تبقى 500، واستنى تاني هاف لايف عشان 500 تبقى 250، وساعتها احقنها في البيشنت، لان انا لو حقنتها جواه وهي 1000 انا كده هعرضه للراديشن عالي جدا، ممكن يبقى ليه دامج او ديستركتيف افكت او خطر على البيشنت. ولو استنيت اكتر من 2 هاف لايف معنى كده ان ال250 هتقل عن كده، يبقى هحقنه بمقدار من الاشعاع اقل من اللي انا محتاجه عشان ادمر الكانسر تيشو. فهي ليها حسابات وطبعا بتختلف، ما ينفعش ان انا عايز احقنه ب 500 واستنى لما بقت 100 واقول احقنه ماده مشعه، لا تاثيرها وهي 500 غير تاثيرها وهي 100. اتمنى اكون قدرت اوصل لك الاجابه واقربها شويه. تمام اتفضل يا دكتور بقى. هو في سؤال برضو من ابراهيم، قال ليه ما فيش غير دكتور واحد بس في مصر اللي اخذ ترخيص للمهنه؟ طيب الصيدله الاشعاعيه في مصر، وحضرتك دكتوره ضحى ودكتور اسامه ممكن تكونوا فاكرين معايا القصه اللي هقولها ديت، انا بشبهها دايما بقصه الكلينيكال فارماسي في مصر. زمان الكلينيكال فارماسي كان تخصص مهمل جدا، محدش بيعيره اي اهتمام، ما كانش في حاجه اسمها كلينيكال فارماسي في مستشفى، كان بس اوضه مقفوله وقاعد او ما فيش حد فيها وخلاص.
مع زياده الوعي الطبي بدانا ندرك ان الكلينيكال فارماسيست ده ليه دور حيوي جدا، وبقى لازم كل مستشفى عشان تاخد ترخيص لازم يكون فيها كلينيكال فارماسيست، والكلينيكال فارماسيست ده شخص لازم يكون مؤهل وعامل دراسات عليا ماجستير او دكتوراه او دبلومه، ولدرجه ان من كتر الاهتمام بالكلينيكال فارماسي بقت كليات الصيدله تتنافس في انها تدرس هذه الماده، لدرجه ان احنا وصلنا دلوقتي ان في كليات من الاول يقول لك انت عايز تخش صيدله عاديه ولا عايز تخش كلينيكال فارماسي، ده من زياده الوعي بالكلينيكال فارماسي. الراديو فارماسي انا اتمنى ان هي يعني تعيش نفس نجاح الكلينيكال فارماسي، مهم جدا ان كل مركز فيه طب نووي يبقى شغال جواه راديو فارماسيست. للاسف اللي بيشتغل جواه مش هقول لك بقى فارماسيست حتى، ده بيشتغل جواه يا اما تكنيشن يا اما تخصص تاني اسمه الفيزيوثيرابيست او الفيزيائي الصحي. الفيزيائي الصحي هو زميل كلية علوم فاهم راديشن ودارس راديشن، لكن هو مش دارس صيدلة، مش هيعرف الدراج دراج انتر اكشن. للأسف حتى الآن ما عندناش الوعي الكافي بأهمية الراديو فارماسيست وخطورة ان غيابه ممكن تسبب ان انا احقن البيشنت براديو فارماسيوتيكال ويطلع عندي فولس نيجاتيف ريزلت زي ما شفنا مثال، ونتيجة كده يبقى البيشنت اتعرض لإشعاع بدون داعي وحصلت على نتيجة سلبية بسبب غياب وجود الشخص المناسب في المكان المناسب. فدي يعني ناتجة عن قلة الوعي لسه في مصر بأهمية هذه الوظيفة وأهمية الراديو فارماسيست، طبعا موجودة في دول العالم بشكل كبير جدا. طيب ما فيش في المجال مصر أو في التخصص ده غير واحد بس، هو دكتور محمود الشريف مستشفى 57-357، مستشفى 57 مستشفى بتقدر قيمة أنها تحط الشخص المناسب في المكان المناسب. دكتور محمود الشريف هو صيدلي تخرج من كليه صيدله بشكل عادي جدا، اشتغل 57-57، اهتمت المستشفى انها تخليها تخصص في الراديو فارماسي، خد دورات تدريبيه في الطاقه الذريه، عرف ايه هي اساسيات الاشعاع، وخد لايسنس ان هو يشتغل بمواد مشعه، فهو اول راديو فارماسيست مظبوط جوه مصر في مستشفى 57-357. اتمنى ان يكون عندنا في مصر الوعي ده ويكون في زيه يعني آلاف الصيادلة، لأن ده تخصص جديد تربة خصبة مجال لم يعني احنا الصيادلة بيقول والله احنا بنعاني ان مفيش أماكن للشغل، الصيدليات الصيادلة فيها كتير أو الميديكال ريبس أو لا، الراديو فارماسي لسه مجال خصب جدا زي ما قلت لكم اللي شغال فيه مفيش غير واحد بس، لكن ده عشان يتم محتاج ان انت تتخصص أو تفهم أساسيات الراديشن، وكذلك المكان اللي اشتغل فيه يهتم بده فيشغلك انت في المكان ده لان انت الشخص المؤهل لهذه الوظيفه. ايه تاني دكتور وضاح؟ تمام. احنا كده بقالنا ساعتين كده، حد عنده اي سؤال دكاتره تاني؟ حد محتاج اي حاجه استفسار؟ يا دكتور حسن كده ان شاء الله احنا خلصنا المحاضره. لو شكرا حضرتك على المجهود بتاعتك، كانت موضحة وكانت مختصرة وكانت كويسة جدا. إن شاء الله نلتقي جمعة قادمة مع دكتور أسامة إن شاء الله، هيدينا محاضرة برضو وتبقى إن شاء الله تبقى معنا وتبقى محاضرة شيقة إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم. شكرا جميعا.